بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة لا صوت يعلو فوق صوت منتخبنا الوطني. إن شاء الله كل الناس بتتكلم دلوقتي على مباراة بكرة إن شاء الله في تمام الساعة السادسة. سوف يلتقي أو سوف يلعب منتخبنا الوطني أولى مبارياته في كأس الأمم الإفريقية. المباراة إن شاء الله هتكون بتوقيت الساعة 6 بتوقيت القاهرة، وإن شاء الله كلنا ننتظر هذه المباراة، كلنا كمصريين ننتظر هذه المباراة. هنتوقف بقى عن التصريحات، سنتوقف عن كل شيء، ولكن الكل ينتظر مباراة غدا. إيه اللي هيحصل في مباراة بكرة؟ مباراة صعبة، مباراة مهمة، أصعب مباراة إن شاء الله بداية منتخبنا الوطني سوف تكون غدا أمام المنتخب النيجيري. إن شاء الله لو ربنا كرمنا وكسبنا بكرة عندي تفاؤل وأمل كبير جدا جدا، على الرغم من التصريحات اللي قالها كارلوس كيروش قبل ما نيجي والتصريحات اللي قالها محمد صلاح. وإذا خليني أرجع برضو مرة تانية للتصريحات اللي قالها كارلوس كيروش ما قبل بداية البطولة. وجهة نظري وخصوصا بعد اللي سمعته من محمد النهاردة ان ده تكتيك بيشتغل بيه كارلوس كيروش على ان هو ازاي يشيل، وانا قلت الكلام ده بس مش عشان سمعته من النهارده من صلاح، ولكن انا قلت لحضراتكم الكلام ده اليوم اللي اتقال فيه من كارلوس كيروش هذا الكلام في المؤتمر الصحفي. وحتى فكرت حضراتكم بالكابتن العظيم الله يرحمه محمود الجوهري اللي قال تقريبا نفس الشكل واتكلم بنفس المضمون في 98 وكسب البطوله. فمن الواضح ان اللي بيحصل ده تكتيك معين، تكتيك نفسي يعني عشان يشيل الضغوط من على اللاعبين. هم ادرى او كارلوس كيروش ادرى بكيفيه هو حافظ لعيبته دلوقتي او قريب قوي من اللاعبين اللي موجودين، وبالتالي خلينا نشوف كارلوس كيروش هيعمل ايه مع لاعبيه. محمد صلاح بكلامه كان النهارده في المؤتمر الصحفي اتكلم على ان منتخب مصر سيبذل كل الجهد ان هو يفوز بالبطوله ولكنه ليس المرشح الاول للفوز بهذه البطوله. فعشان كده انا دايما بقول لحضراتكم ايه، خلينا دايما نبقى ماشيين 50-50. دايما لما نيجي نتكلم على اي بطوله او اي مباراه بنتكلم دايما بهذا الشكل، ان احنا نفسنا نكسب وعايزين نكسب ونفسنا ناخد البطوله رقم 8 بالنسبه لكاس الامم الافريقيه، ولكن في نفس الوقت خلي المدير الفني وخلي اللاعبين يشوفوا الطريقه اللي تناسب اللاعبين وتناسب المدير الفني. علشان في النهايه انا اتمنى ان انا اشوف بكره منتخبنا الوطني بيلعب ضد منتخب نيجيريا وبنكسب. هو ده اللي يهم كل مصري خلال هذه الفتره. النهارده كل الناس واحنا قاعدين بنتكلم واحنا قاعدين هنا قاعدين هنا قاعدين هنا الناس كلها بتتكلم عن مباراه بكره، ايه اللي هيحصل في مباراه بكره، وده شيء مهم. لو حضرتك تبص على المنتخب خلال الفتره السابقه ما كانش الاهتمام بيه كبير قوي، لكن النهارده الوضع مختلف، الوضع مختلف. الاهتمام بحاجتين، بمنتدى شباب العالم اللي بيقام في شرم الشيخ الحقيقه، واللي احنا بنشوفه هناك في شرم الشيخ ده كل سنه دلوقتي بقى لنا شوف كام سنه بنشوف هذا منتدى الشباب الرائع جدا اللي بيعرفنا بكل اللي بيحصل في العالم. الناس كلها بتتكلم على اللي بيحصل في شرم الشيخ والناس كلها بتتكلم عن مباراه بكره. اصبحت الامور دلوقتي قريبة من الشباب، الشباب كله عايز يروح ويشوف وينتظر منتخبنا الوطني بكرة هيعمل ايه. قبل كده كانت الأمور الوطنية ما اعرفش كانت ايه، لكن كانت الوطنية قليلة شوية عند البعض. لكن منتخبنا الوطني بكرة هيلعب الساعة 6، هتلاقي كل الناس قاعدة بتتفرج على المباراة، الناس كلها هتنتظر مباراة بكرة. سيادة السفير مدحت المليجي سفير مصر في الكاميرون الحقيقه اتكلم امبارح وقال ان في قد تكون هناك مفاجاه بكره، ان في طياره تسافر، احتمال كبير جدا 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 ان في طياره بكره الصبح الساعه 6 ولا 7 الصبح تسافر تروح الكاميرون تحضر المباراه وترجع تاني. خلي بال حضراتكم ان ده الدوله المصريه كلها بتتعاون في هذا الامر، ان احنا نصفر عشان ما يبقاش بكره منتخبنا الوطني في الملعب لوحده، عشان منتخبنا الوطني ما يبقاش في الملعب لوحده. فبالتالي الكل بيتعاون والكل بيتشارك علشان بكره، يعني لو وصل لي تاكيد بهذا الامر هقوله لحضراتكم على طول، عشان بكره يبقى في مجموعه من الجمهور موجوده خلف منتخبنا الوطني. شوف حضرتك احنا وصلنا لفين، عايزين نبقى في جمهور ورا منتخبنا الوطني عشان ربنا يكرمنا ونكسب المباراه ان شاء الله، وده الاهم خلال هذه الفتره.
ده الأهم. اللي بيحصل مع منتخبنا والوقفة مع منتخبنا وكل اللي بيحصل مع منتخبنا ده هو اللي احنا بننتظره من الشعب كله إن شاء الله في مباراة بكرة. في مباراة بكرة تحديدا، لأن دايما المفاتيح بتبقى في البدايات، خصوصا إذا كانت البدايات مع منتخب كبير زي المنتخب النيجيري. المنتخب النيجيري واحد من أكبر وأهم المنتخبات في إفريقيا. في النهاية عندك مباراة صعبة، مباراة مهمة. إيه اللي هيحصل في هذه المباراة؟ هنشوف حاجات كتيرة جدا جدا، وهنشوف رأي النهاردة كالعادة. الحقيقة دايما حلقاتنا اليومين دول بتبقى سريعة وقوية جدا، لأنه عايزين نعرف إيه اللي بيحصل هنا واللي بيحصل هنا. بنحاول نجيب لحضراتكم تليفونات من كل حتة علشان نعرف الدنيا كلها فيها إيه، أو أمم إفريقيا فيها إيه، والنادي الأهلي طبعا، لأن النهاردة كان في اجتماع مهم جدا 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 جدا. وقد إيه النادي الأهلي عنده ناسه، عنده ناس تقدر تدافع عن النادي الأهلي. ليه أنا بقول الكلام ده؟ هقول لكم ليه وهحكي لكم، لأن دي محتاجة قصة لوحدها، أو محتاج سيجمنت لوحده، أو جزء لوحده أقدر أتكلم فيه مع حضراتكم. لأنه النهاردة وأنا قاعد كان في اجتماع النهاردة مع منسق الفيفا لبطولة كأس العالم اللي هتقام إن شاء الله في الإمارات، كأس العالم للأندية اللي هتقام في الإمارات. وكان معانا طبعا المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، اللي الحقيقة وكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ونائب رئيس نائب مدير إدارة الكرة، وبقية المجموعة اللي كانت موجودة، والأستاذة حنان الزيني، وبقية الناس اللي كانت موجودة الحقيقة، والأستاذ إيهاب الخطيب كان موجود، وكان موجود مجموعة كبيرة جدا، والكابتن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات. كل كان قاعد النهاردة عشان نعرف إيه اللي هيحصل في كأس العالم الأندية. إيه اللي حصل في الاجتماع ده؟ كلام مهم جدا هقوله لحضراتكم، ولكن بعد ما أخلص كلامي عن منتخبنا الوطني، وهو الأهم الأهم، الكلام عن المنتخب الوطني في خلال بكرة إن شاء الله الساعة 6. إيه اللي هيحصل في مباراة بكرة؟ خلينا نطلع نشوف تقرير مع الجمهور، نشوف ماذا قال الجمهور ومن سيقود هجوم منتخبنا الوطني بكرة إن شاء الله من خلال حضراتكم. نطلع نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل مع بعض. ان شاء الله كابتن كبير محمد صلاح ممكن يكون له دور باذن الله ان شاء الله في حصولنا على البطوله دي، وممكن يؤدي اداء زي اللي بيأديه في ليفربول ان شاء الله، واتوقع ان يبقى مع الكابتن محمد شريف باذن الله. واتوقع احنا في أسوأ الظروف يعني ممكن نوصل للدور قبل النهائي ان شاء الله في مباراه نيجيريا باذن الله، ربنا هيوفقنا واحنا كلنا الغلبه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن مروان حمدي باذن الله، عشان هو اللي كان افضل مع سموحه وهداف يعتبر. محمد شريف ان شاء الله هو الاقدر على قياده الهجوم، لان هو الهداف طبعا بتاع الدوري. مصطفى محمد، عشان هو مقدم اداء مميز مع جلطة سراي. هو بتمنى يكون محمد شريف طبعا بالارقام احسن راس حربه في افريقيا، بس المدرب ممكن يكون له وجهه نظر ثانيه زي ما شفنا في البطوله العربيه. يعني هي طريقه لعب مدرب كروش، انا متوقع يعني مصطفى محمد هيبقى هو المهاجم الرئيسي، ومحمد شريف هيبقى تحتيه على طول، لان محمد شريف بيقدر يخلق فرص للمهاجم اللي قصاده، بيقدر كمان يلعب مهاجم هو كمان مباشر. هما الاثنين يعني يقدروا، هما اقوى اثنين موجودين دلوقتي، فهم يقدروا يلعبوا هما الاثنين، فان شاء الله يبقى مصطفى محمد وتحتيه محمد شريف. يعني طبعا صلاح ما فيش حد هيلعب عليه ده اكيد، مصطفى محمد عشان محطه بيبقى افضل بالنسبه لسياسه المدرب او خطته، بيحب اللي هو راس الحربه المحطه، ومرموش طبعا عشان جاهزيته اكتر من تريزيجيه ومن رمضان صبحي. ان شاء الله يكون السلاسل الامامي طبعا محمد صلاح وعمر مرموش، وان شاء الله يكون طبعا راس الحربه الصريح هيكون محمد شريف، لان محمد شريف يتميز بقدرات عاليه جدا، وخصوصا ان هو يقدر يجيد اللعب على الاطراف كويس، وهو طبعا الافضل بكتير. مصطفى محمد استبعده من ناحيه يعني ممكن اتوقع مصطفى محمد ينزل، بس ينزل في الجانب اللي هو بتاع الاخر ربع ساعه الحاجات دي، يقدر التحامات وكده. انما كلاعب قدام نيجيريا طبعا نيجيريا هتكون مقفله المساحات اللي ورا كويس، ومحتاجين واحد يكون يعني في التحركات الاماميه يكون بيعرف يتحرك على الاطراف كويس. محمد شريف ذكي ومهاري جدا، وبيقدر يعني ممكن لو كرة مثلا من ناحيه الطرف او حاجه بيقدر يروح من عليها ويعمل زي نظام كورسات عرضيه او حاجه من دي، ويقدر واللعب برجله كويس، والتصويات من خارج ال 18 كويسه جدا، ان كان بشمال بالرجل الايسر او الرجل الايمن، هو يتفوق كتير بصراحه.
طيب خليني الحقيقه لانه بنحاول نجيب لحضراتكم حد نتكلم معاه عن المنتخب النيجيري بكره ان شاء الله، ونشوف مدى قوة المنتخب النيجيري لغاية لما نحاول نجيب التليفون اللي معانا. عايز أقول لحضراتكم أن النهاردة الحقيقة كان زي ما قلت لحضراتكم قبل البداية أنه كان هناك اجتماع ما بين بعض المسؤولين في النادي الأهلي وفي ميديا الأهلي مع منسق بطولة كأس العالم للأندية. الحقيقة كان زي ما قلت لحضراتكم كان متواجد المهندس خالد مرتجي عضو أو أمين الصندوق في النادي الأهلي النهاردة، والحقيقة عجبني جدا الكلام اللي قاله المهندس خالد مرتجي فيما يخص اعتراضه أو اعتراض النادي الأهلي الشديد. أنا كنت قاعد يا جماعة وبسمع ماذا قال المهندس خالد مرتجي لمسؤول الفيفا أو المنسق لمباريات كأس العالم للأندية في اللي هتقام ان شاء الله في الامارات. المهندس خالد مرتجي قال كده، قال له من فضل حضرتك انا عايز اسجل اعتراض النادي الاهلي على ان هناك تعارض كبير اذا وصل منتخبنا الوطني، وقال كده واحنا قاعدين، وده اللي احنا كلنا كمصريين نتمناه، ان منتخبنا الوطني يصل الى المباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه، وده اللي احنا متوقعينه كمصريين، ان يصل منتخبنا الى المباراه النهائيه، وبالتالي النادي الاهلي سيحرم من 9 لاعبين، من 9 لاعبين، 6 موجودين مع منتخب مصر و3 موجودين مع منتخبات اخرى، تونس والجزائر وتونس انا اسف والمغرب ومالي. فالتسع لاعبين دول سيحرم النادي الاهلي من هؤلاء اللاعبين اللي دافع فيهم فلوس قد كده علشان يقدر يعمل بطولة ويصل للمباراة النهائية، وده طموح النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. وقال له كلام قوي جدا 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 الحقيقة على مرمى ومسمع من الجميع، وسجل اعتراضي الشديد، وقال له أن هناك تعارض في التوقيتات ما بين النادي الأهلي ما بين نهائي كأس الأمم الأفريقية وانطلاق بطولة كأس العالم للأندية، وكان من الممكن أن يتم تفادي التعارض ده من خلال اتفاق ما بين الكاف والفيفا، ولكن في النهاية ده اللي حصل. انتوا ازاي المهندس خالد مرتجي بيتكلم كده؟ بيتكلم زي ما أنا بتكلم مع حضراتكم، بيقول للمسؤول في الفيفا، بيقول له انتوا ازاي سايبين الموضوع كده؟ احنا عندنا امل وعندنا طموح، ولكن وهيفضل عندنا امل وهيفضل عندنا طموح، ولكن في النهايه انا العب من غير 9 لاعبين موجودين مش هيبقوا موجودين معايا. وقال له احنا عندنا الحس الوطني اعلى بكتير من اي حد تاني في العالم كله، وبالتالي دايما تفكيرنا بيكون في منتخب مصر اولا او في اسم بلدنا اولا. الكلام ده اتقال على الملأ واتقال قدام الناس. الحقيقه النهارده كنت سعيد جدا جدا بمدى بطريقه الكلام، بالصرامه، طبعا الكلام كان كله انجليزي لانه المهندس خالد مرتجي كان بيتكلم بالنيابه عننا كلنا الحقيقه اللي قاعدين كلهم، وكان الحقيقه انتم محتاجين ايه نتكلم، ده محتاج ايه يتكلم، وده محتاج ايه يتكلم. كل واحد فينا كان بيتكلم عن ماذا يريد من الفيفا خلال الفترة اللي جاية، وإيه حقوقنا وإيه حقوق النادي. المهندس خالد مرتجي كان قوي جدا جدا في هذا الأمر الحقيقة يعني. وقد إيه إن هو يا جماعة ما يعني ما فيش حد بيعمل كده يعني، هو كان فاضل يعني بصراحة كان فاضل يقول لهم كده ما فيش حد بيعمل اللي أنتوا بتعملوه ده، هو أنتوا ليه بتضربوا في بعض يعني؟ يعني هو ده اللي كان فاضل يقوله لهم، هو أنتوا بتضربوا في بعض على حساب النادي الأهلي؟ وستظل مصر اولا دائما، هو قال كده. لكن في النهايه انت ليه بتحرمني او بتحاول تحرمني من 9 لاعبين؟ الحقيقه الراجل ما ردش وسكت، وقال له يعني الحاجات دي ممكن هنناقشها ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه ومش عارف ايه وخلاص. لكن منتهى الصرامه، منتهى الاحترام، منتهى الادب، منتهى الاخلاق. الراجل بيتكلم عارف ايه حقوقه وايه حقوق النادي الاهلي علشان يقدر يتكلم عنها. الحقيقه كانت جلسه او كان زوم ميتنج الحقيقه مهم جدا جدا جدا، اتكلمنا فيه او الناس اتكلمت كلها في حقوق النادي الاهلي اللي هتبقى من حق النادي الاهلي خلال الفتره الجايه من خلال مسؤولين في الفيفا في كاس العالم للانديه.
وانا الحقيقه بشكر المهندس خالد مرتجي بصوت النادي الاهلي في هذه المقابله، وقد ايه كان زي ما قلت لكم صارم وقوي وحازم جدا ومحترم جدا في طريقه كلامه وفي طريقه توصيل المعلومه لمن يهمه الامر. هو ده النادي الاهلي، وهو ده اسلوب النادي الاهلي، وهو ده او هي دي طريقه النادي الاهلي دايما اللي بنمشي بيها. فقد ايه كنت سعيد ومبسوط بهذا الشكل والرائع، ويعني لانه الحقيقه الراجل اللي كان مسؤول معانا قال ان هنحاول نوصل وهنحاول نتكلم، ولكن في النهايه ان شاء الله ان شاء الله يحدث شيء. لانه انا حتى هذه اللحظه بعد هذا الاجتماع كمان تحديدا كان هناك بعض الاخبار على ان قد يكون هناك تاجيل لبطوله العالم لمده 3 او 4 ايام او 5 ايام، ولكن اللي انا شفته النهارده في هذا الاجتماع حتى هذه اللحظه يدل على انه لا يوجد تاجيل. مفيش غير الوحيد اللي بيقول لي ان في تاجيل احمد عويس، بس مفيش حد تاني بيقول لي. لغايه النهارده انا بقول له كده يا ابني ما فيش تاجيل، قال لي لا يا كابتن في تاجيل، الماتش البطوله هتتاجل 4 ايام. ماشي، قلت له ماشي يا عويس انت حر. طيب خلينا نروح للكاميرون واكمل لحضراتكم كلامي فيما يخص هذا الامر، ونروح للكاميرون للاعلامي الجزائري الشهير سيف الدين بن زردة. الحقيقه يكلمنا برضو عن مباراه الجزائر غدا ان شاء الله. استاذ سيف ازي حضرتك يا فندم، وسعداء جدا بوجودك معانا. مساء الخير كابتن اسلام الشاطر، تحيه طيبه ممزوجه بكل مشاعر المحبه والاخاء للشعب المصري الشقيق. سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، ودايما بنكون مبسوطين بكل اخواتنا العرب الافارقه العرب الحقيقه، وان شاء الله تبقى مباراه الجزائر بكره بدايه جيده للمنتخب الجزائري. نعم ان شاء الله كابتن اسلام الشاطر، هي مباراه المنتخب الوطني الجزائري هو حامل اللقب، ومباراه الغد ان شاء الله ستكون مباراه مهمه في بدايه مشوار الدفاع عن اللقب الذي حققه المنتخب في 2019 على الاراضي المصريه. المباراه حتى وان تكون ستكون امام منتخب يعني لديه مشاركات متذبذبه في تاريخ منافسه كاس امم افريقيا، 25 سنة لم يشارك في هذه المنافسة، ولكن كما قال اليوم المدرب جمال بلماضي في آخر ندوة صحفية نشطها اليوم رفقة قائد المنتخب رياض محرز، قال بأنه يجب الاحترام المنافس، يجب الدخول بقوة والحذر من المنافس، لأن في إفريقيا كل شيء ممكن، خاصة أن الظروف تختلف هذه المرة، الظروف تختلف ما بين مثلا أرض أو بلد في شمال إفريقيا عندنا ربما معاه نفس المناخ نفس العادات والتقاليد على بلد في أدغال إفريقيا كالكاميرون، لأن يعني الظروف تختلف، لهذا يجب الحذر والدخول بقوة في هذه المباراة وتحقيق البداية الجيدة لتخلينا خلي المنتخب الوطني الجزائري يؤدي ما تبقى من مشوار في أريحية كبيرة. استاذ سيف، اولا طمنا على البعثه الاعلاميه، سمعنا ان تعرض بعض اخواتنا في الاعلاميين اللي متواجدين الجزائريين لهجوم، وسامو لقيته المفروض ان هو راح اعتذر لهم النهارده. طمنا الاول، هل الدنيا تمام والامور جيده؟ نعم الحمد لله، الاخوه الاعلاميين والزملاء الاعلاميين الجزائريين الان بصحه جيده الحمد لله وبخير. هناك بعضهم التقينا بهم اليوم في الندوه الصحفيه وتدريبات المنتخب الوطني الجزائري، كانوا بخير وفي صحه جيده الحمد لله. يعني صراحه نحن منذ ان وضعنا اقدامنا هنا بالكاميرون لقينا ترحابا كبيرا من الكاميرونيين هنا بمدينه دوالا، ربما يمكن وضع هذا الفعل أو نعم الفعل الذي تعرضت له البعثة الإعلامية الجزائرية أو بعض من أعضاء البعثة الإعلامية الجزائرية لأنه فعل معزول. الحمد لله الأمور صارت على ما يرام، والآن الإخوة الإعلاميين بصحة جيدة والحمد لله. الحمد لله، ودي وده أهم شيء الحقيقة.
برضو طمنا على الأحوال بالنسبة للمنتخب الجزائري زي ما حضرتك قلته، بالنسبة للكورونا أخبار الكورونا إيه، وتوقعاتكم للمنتخب الجزائري ممكن يوصل لغاية فين في هذه البطولة؟ نعم كابتن، المنتخب الجزائري اليوم في آخر حصة تدريبية قام بها بالملحق الثاني لملعب جابوما هنا في دوالا الكاميرونية. الحصة عرفت عودة رامي بن سبعيني وكذا للتدريبات بعدما كان يعاني من يعني عياء شديد ربما خاصة بعد السفرية، ولكن لا علاقة له. وعن حصة البارحة لم يكن له علاقة بالكورونا وكذلك عرفت نعم عرفت الحصة التدريبية التحاق مهدي طهرات الذي أصيب بالكوفيد في قطر، ولكن المسحة الأخيرة كانت سلبية والحمد لله التحق بالمنتخب الوطني اليوم في حصته التدريبية. اليوم الحصة التدريبية غاب عنها الثنائي آدم والناس وكذلك رامي الزروقي بسبب الإصابة. آدم والناس لاعب مهم جدا، أعتقد غيابه هيؤثر. هي المنتخب الوطني خاصة يعني لما نقول منتخب الجزائري في عهد بالماضي يعني الغيابات في كرة القدم تكون مؤثرة، هذا شيء طبيعي. نعم. وشيء منطقي، وأنه آدم والناس هو من اللاعبين الذين يقدمون مستوى جيد مع المنتخب الوطني، ولكن لدينا البدائل، يعني لدينا البدائل في المنتخب الوطني، عندك محرز، عندك يوسف بليلي، عندك ابراهيمي، حتى في وسط الميدان هناك الشاب الصاعد زردان وكذلك لاعبين اخرين. غدا ان شاء الله يعني المباراة لن تكون صراحة لن تكون امام فريق يعني فريق ذلك الفريق القوي الذي يمكن له ان يوقف المنتخب الجزائري، ولكن يجب لعب المباراة بكل صرامة وبكل يعني لازم نلعب يعني بالاداء اللي نقدر نحترم به الفريق المنافس. كل التوفيق للمنتخب الجزائري بكرة إن شاء الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الإعلامي الكبير سيف الدين بن زردي، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا. الحمد لله طمنا بشكل عام على المنتخب الجزائري واللي حصل مع الجزائر، خلاص تم اعتبار ما حدث مع البعثة الإعلامية أو مع بعض من هو موجود في البعثة الإعلامية هو شيء فردي بتحصل الحقيقة، ولكن نتمنى إن شاء الله أن الأمور تعدي على دايما على خير. طيب خليني بس أكمل كلامي على الكلام اللي اتعمل النهاردة في ورشة العمل اللي عقدتها اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية النهاردة، وكانت طبعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس. زي ما قلت لحضراتكم حاجة محترمة جدا، تم توزيع الأدوار على الجميع، كل واحد بقى عارف هو هيعمل إيه، هنا أنت هتبقى موجود هتتكلم في إيه وهتعمل إيه، هتقدر تصور إيه مش هتقدر تصور إيه. الحقيقة كان اجتماع طويل جدا ورائع جدا، قدرت الأمور كلها أو قدرنا نعرف من خلاله كل الأمور اللي هتحدث في كأس العالم للأندية من خلال الفيفا. زي ما قلت لحضراتكم أو زي ما كنت بتكلم معاكم قبل هذه المداخلة، أنا اللي أنا شايفه أن حتى هذه اللحظة لن يكون هناك تأجيل، اللي أنا شايفه وده اللي أنا بقالي أسبوع 10 أيام بحاول أقوله لحضراتكم، ولكن دايما لما باجي أتكلم مع أحمد عويسي يقول لي لا كابتن إسلام هتشوف إن هناك تأجيل لمدة 4 أو 5 أيام. الوحيد اللي في مصر دلوقتي بيقول لي إن في تأجيل للبطولة خلال الفترة القادمة، لكن في النهاية خلينا نشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر، لأنه زي ما قلت لحضراتكم كل يوم بنسجل اعتراضنا وبنسجل حاجات كتيرة جدا على اللي بيحصل ده، يعني غريبة جدا نهائي كاس أمم أفريقيا يبقى يوم 6 ومباراة الافتتاح في كاس العالم للأندية تبقى يوم 3 ومباراة النادي الأهلي تبقى يوم 5. هو مش الفيفا هو اللي بيحط ده، هو والكاف تابع للفيفا في بطولة كاس الأمم الأفريقية، يعني الفيفا كان يقدر يعملها يوم 9؟ ما أعرف يعمل يعني كاس العالم للأندية يوم 9؟ تفهمش، في حاجات غريبة جدا الواحد يعني، وقد ايه الكفاح اللي بيكافحوا كل المسؤولين اللي في النادي الاهلي. كابتن خطيب وهو في دبي بيستلم جائزه عالميه اتكلم عن هذا الامر، ولكن انا عايز برضو
اوري لحضراتكم، ما اعرفش لو جاهزه يا شباب، انا بعتها لكم النهارده، صحيفه مكسيكيه على ما اتذكر. انا بس عشان معلش هستخدم التليفون اوري لحضراتكم ايه اللي حصل النهارده اهو. صحيفه مكسيكيه قالت ايه؟ منافس الاهلي في طريقه لمنع لاعبي من تمثيل المنتخب بسبب مونديال الانديه، ده مونتيري المكسيكي. اعتقد هي صحيفه ايبولا المكسيكيه هي اللي اتكلمت في هذا الامر، وبالتالي زي ما حضراتكم بتشوفوا على عكس الكلام ده بيحصل هنا في مصر. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي امبارح في كلامه لكل المحطات التلفزيون اللي اتكلم معاهم امبارح الحقيقه قال مصر اولا. قال ايه؟ مصر اولا، يعني قبل ما اتكلم في اي حاجه مصر اولا، وبعد كده نبقى نشوف هنتكلم في ايه. هذا هو الفارق الكبير جدا. انا جايب الموضوع ده لا عشان اوريه لحضراتكم عشان اوريه لحضراتكم واقول لكم قد ايه للناس او لبعض من كان يزايد باسم النادي الاهلي، ولبعض من كان يحاول ان يضع اسم النادي الاهلي ويقول لك اصل النادي الاهلي ما يبعدش. خدوا بال حضرتك، النهارده انا عرفت حاجه قاعده كده في نص الكلام وانا بقرا، ان اي نادي في العالم من حقه ان هو يبعت اللاعبين بتوعه، او يبقى مجبر على ان هو يبعت اللاعبين بتوعه مع منتخب بلده لبطوله واحده فقط في العام في السنه كلها. طيب يعني هل النادي الاهلي لو بعت لاعبيه لامم افريقيا ما يبعتش لاعبيه لكاس العالم؟ ما هي كاس العالم السنه دي برضه، لان كده هيبقوا بطولتين. خلي بال حضرتك، ولكن وخلي بال حضرتك منافس الاهلي مونتيري بيقول ايه او بيعمل ايه. لكن النادي الاهلي وعلى لسان رئيس مجلس ادارته امبارح هذا الكلام، مصر اولا. هذا هو الفارق، لانه الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت انا بتكلم عن حقي، انا عايز اتكلم عن حقي واتكلم ان ليه دايما يبقى فيه او ليه يبقى فيه تعارض في المواعيد، وليه النادي الاهلي هو اللي محطوط في هذا الامر. ليه؟ اشمعنى؟ ده حقي ان انا اتكلم واقول هذا الكلام، ولكن انا لا اتكلم ولا ازايد، مش انا، كل النادي الاهلي لا يزايد على ما حدش يعرف يزايد على موقف النادي الاهلي في هذا الامر. على لسان رئيس مجلس ادارته قال لك الاهلي مصر اولا، مصر اولا، وبعد كده نبقى نتكلم في اي حاجه. هذا هو الفارق لمن يريد ان يزايد، هو ده اللي انا بتكلم عنه، هي دي او هو ده العنوان اللي انا بتكلم عنه. فبس انا حبيت اوري لحضرتك يعني ايه وطنيه النادي الاهلي. ممكن بقى نتكلم زي ما نتكلم ونقول زي ما نتكلم ونعمل اللي احنا عايزينه، ولكن رئيس مجلس اداره النادي الاهلي عندما يخرج ويقول مصر اولا يبقى اذا هذه هي الحقيقه، مصر اولا. طيب خلينا نروح للاخبار اللي عندنا النهارده في البيت الكبير. راحه سلبيه لعمار حمدي وتدريب منفرد لمحمود وحيد. النهارده زي ما حضراتكم عارفين مازال بيتسو موسيماني بيواصل مع اللاعبين التدريب، على لان زي ما حضراتكم عارفين ان شاء الله يوم الخميس القادم هتبقى اولى مباريات النادي الاهلي في دوري الرابطه او كاس الرابطه المحترفه، اللي هيبدا ان شاء الله باولى مباريات النادي الاهلي هتبقى يوم الخميس القادم. عمار حمدي حصل على راحة سلبية، الجهاز الفني أيضا حرص الجهاز الفني على منح اللاعب راحة سلبية بسبب نزلة برد، عنده نزلة برد. هو لو كان عنده كورونا كانوا طلعوا قالوا عنده كورونا، فيعني هو عنده برد الراجل. دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق قال أنه سيقوم بإجراء مسحة طبية جديدة غدا لسداسي الفريق الذي جاءت مسحتهم إيجابيهم رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، بيرسي تاو، ولويس مكيسوني، وأحمد عبد القادر، وأحمد نبيل كوكا. أكد أيضا أبو عبلة أنه يتابع جميع اللاعبين بشكل مستمر للإطمئنان على حالتهم التي جاءت مستقرة
وجميعهم سيخضعون لمسحة جديدة غدا لتحديد موقفهم من اللحاق بالتدريبات الجماعية ومباريات الفريق خلال الفترة القادمة. أحمد موسى بيتحدث عن مواجهة مصر ونيجيريا في كأس الأمم الإفريقية. زي ما قلت لحضراتكم، أحمد موسى ده واحد من أهم وأفضل وأكبر بالمناسبة النجوم اللي موجودين في المنتخب النيجيري. وأحمد موسى اتكلم عن هذه المواجهة وقال إن هي مواجهة صعبة للمنتخبين، منتخبين من كبار إفريقيا. منتخب مصر يضم عدد كبير من اللاعبين، محمد صلاح طبعا على رأسهم. الكل الحقيقة اتكلم على، أو أحمد موسى اتكلم عن محمد صلاح وعن المنتخب الوطني، وقال أيضا أنها بداية ستكون صعبة، ودائما البدايات بتكون مهمة جدا. طيب، بما أننا بنتكلم عن المنتخب النيجيري، خلينا نروح للنجم الكبير كابتن نبيل الترابلسي، الحقيقة المدرب العام السابق لمنتخب نيجيريا، لو كان من اسبوعين فقط متواجد مع المنتخب النيجيري. كابتن نبيل، ازاي حضرتك يا فندم؟ كيف كابتن لينا؟ لينا وحشه بيك يا كابتن، كيف حالك؟ الحمد لله ابو كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ وسعداء جدا بوجودك معانا الحقيقه. شكرا شكرا، لي شرف كمان اني مناسبه نهني النادي الاهلي بالسوبر ليج، ونتمنى له كذلك التقدم ان شاء الله، يعني لاحسن الى احسن ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن نبيل. كابتن نبيل، بالنسبه للمنتخب النيجيري، الكل ينتظر، الكل في مصر هنا ينتظر مواجهه المنتخب المصري امام المنتخب النيجيري. من اسبوعين او من ثلاث اسابيع كنت حضرتك المدرب العام للمنتخب النيجيري، اشرح لنا لو او تقدر على قد ما تقدر تقول لنا مواطن او قربنا اكثر من المنتخب النيجيري. والله فما، تعرف انت كابتن، فما عوامل خارجيه وفما عوامل داخليه، يعني فما المقابله. العوامل الخارجيه يلزم المنتخب المصري ياخذ حذره، لانه تعرف انت الجماهير النيجيريه اش تكون يعني متوافره بعدد كبير ياسر، خاصه تعرف انت المسافه الحدود بين الكاميرون ونيجيريا حوالي 100 كيلومتر، يعني سكان قارو واش تكون مقابله، اش تكون جماهير غفيره وغفيره جدا. وهذا دافع جماهيري يعني يخلي يعني جانب نفساني يعني شي يساعد المنتخب النيجيري. هذا كنا نعرفوه نحن، لان زرنا المعسكر وشفنا الجماهير النيجيريه يعني قبل شهر، يعني بصراحه يعني جماهير كبيره ياسر. بالنسبه لهذا يعني، ولذلك نصور المنتخب المصري لازم يحذر اللاعبين تاعو ويأثر اللاعبين تاعو من الجانب هذا، الجانب النفسي اللي يكون مهم جدا. ولكن نتصور منتخب مصر عنده على دكه البدلاء لاعبين اللي يتحصلوا على كاس افريقيا، كما وائل جمعه، كما الحضري، كما الناس عندها خبره تجب تاثر، تكون عندهم دور كبير في تاثير اللاعبين، خاصه من الجانب هذا الجماهيري. بالنسبه للمقابله كحد ذاتها، اكيد مقابله من طراز عالي، تكون قيمه فنيه يعني من احسن النجوم، يعني خاصه البريمير ليج نشوفوا يعني كالنجم محمد صلاح اللي نعتبره انا من احسن اللاعبين في العالم. ما تنساوش زاد المنتخب النيجيري في الدكه في الجانب الاخر، فما ايفوبي، فما لاعب ايفرتون، فما شيكويزي، فما لاعبين انديدي، ناتشو، يعني تكون مقابله بصراحه يعني من الهاي ليفل، تكون ان شاء الله نشوفوا مقابله محترمه، وان شاء الله يعني الجماهير تستمتع بالمقابله هذه. تمام. الغيابات في المنتخب النيجيري جاله بعض اللاعبين الآخرين، كيف ستؤثر الحقيقة في المنتخب النيجيري؟ قالوا كابتن، تعرف انت كان في نسخة 2019 هداف في الدورة، نعم، يعني 7 أهداف، كان من أحسن المهاجمين، من أحسن خاصة في البوكس، في البوكس يعني لاعب ممتاز جدا. تعويضه بصراحة يكون صعب يعني مؤثر، وخاصة نحن اخر مقابله هو وقف، وبعد ما يعني تكلمنا معاه ورجع اخر مقابله يعني قبل كاس افريقيا ضد كاب فيرد ومشى معنا، ولكن للاسف انه اتغاب. فيكتور شيمان يبقى لاعب ممتاز، ممتاز جدا، لاعب فريق نابولي، مهاجم يعني من طراز عالي بصراحه. بالنسبه للاعب فالفورد دينيس، لاعب ممتاز، لاعب كذلك بول، لاعب المنتخب الفريق البلجيكي، يعني جانك هداف الدوري البلجيكي، يزن غايب.
اللاعب بالوغون المدافع، يعني هو من يعني يعرف كيف يحكي مع المدافعين، زاد يكون مؤثر. نصاوب الغياب باش تاثر شويه على المنتخب النيجيري خاصه من الناحيه الدفاعيه، لكن الهجوم تعرف كابتن المنتخب النيجيري ما شاء الله يعني عنده مهاجمين، يعني الحقيقه مضبوط بالضبط عنده مهاجمين يعني الخيار. نحن كنا قبل يعني حوالي من 2016 مع المنتخب النيجيري كانت عندنا مشكله هو في الخيار الهجومي، لانه لهايبين يعني تلقى دوبل وتريبل في نفس المكان في نفس البوست. كانت عندنا مشاكل خاصه كان في الدفاع، بصراحه الدفاع كان عندنا دائما مشاكل في وجود لاعبين يعني يكون من هاي ليفل، ولكن يبقى المنتخب النيجيري يعني رقم صعب ويزن حذر منه. طيب لو بكره ان شاء الله ربنا كرمه وفاز المنتخب المصري، من وجهه نظرك كيف يستطيع ان يفوز المنتخب المصري على المنتخب النيجيري بكره؟ هو شوف، هي فما قراءة المقابلة قبل المقابلة وفما قراءة في وسط المقابلة. هي قراءة قبل المقابلة أكيد هو الجانب التكتيكي، تعرف كيف تحضر مقابلتك، وخاصة العامل البدني اللي هو شكون مهم جدا في تغيير البدلاء شو يدخلوا في الشوط الثاني. تعرف أنت فما ماراثون، أنا شايفك مركز على البدلاء دائما. أوكي مهم جدا بصراحة. مهم جدا البدلاء، يعني تغيير البدلاء شكون عنده، خاصة هذا هو يعني صنعة المدرب. وأنا دائما أقول هي اللايف كوتشنج، هو التعامل مع المقابلة في وسط المقابلة مهم جدا، يعني تقرأ المقابلة، تفهم المقابلة، تغير شكل الرسم التكتيكي، لأنه تعرف أنت إذا رسم تكتيكي تاع مصر تقرأه، تحاول أنك تغير، تشوف نقاط الضعف، تشوف نقاط القوة، وهذا هو اللايف كوتشنج. يعني في وسط المقابلة فما تغيير، فما تعليمات باش تغير المقابله، وهذه مهم جدا ان المدرب وخاصه الاطار الفني يعني يساعد المدرب وتكون عمل مجموعه، وهذا مهم جدا. بالنسبه لي انا شكون كره ثابته تكون زاده، شفنا نحن المقابلات اول دوره عده كره ثابته، فما ضربات جزاء تكون زاده عامل مهم جدا، خاصه يعني في الجانب النفسي، ويعني وخاصه يعني في جانب التحذيري يعني للمقابله للمخالفات، هذا يكون مهم جدا لانه هو شامل الفارق نسوي في المقابلات هذه. كابتن نبيل، مين اللي هيكسب بكره، منتخب مصر ولا منتخب نيجيريا من وجهه نظرك؟ طبعا كعربي نتمنى منتخب مصر. نعم. كحبي كانسان دربت خمس سنوات ونصف، عندي علاقه طيبه مع اللاعبين مع اصدقائي هناك، نتمنى انه تكون مقابله محترمه، نتمنى انه الاحسن يربح، ونتمنى نشوفه مصر في المربع الذهبي ولا علاش لانه يفوز يا رب ان شاء الله. طيب اخذ حضرتك للمنتخب التونسي برضو، المنتخب التونسي كيف ترى المنتخب التونسي في مش مشكلة في كاس الامم الافريقيه؟ منتخب تونسي يبقى رقم صعب دائما، منتخب تونسي شفناه في نسخه كاس افريقيا وصل دور النهائي كأس العرب دور نهائي مع ضد المنتخب الجزائري. منتخب تونس يعني بصراحه كل مقابله منذر كبار يعرف كيف شق المقابله، يعني بصراحه نشوف تونس تبقى دائما رقم صعب. تونس دائما شفناه نحن في نسخه مصر كان في الدور نصف النهائي، يعني خسر يعني ضد المنتخب السنغالي في الدور النصف النهائي، وشفناه قدم مردود ممتاز جدا، حوالي 60% من المجموعه موجوده مع خبره المساكني، خبره الصخيري، يعني لاعبين مع فما يعني لاعبين يعني صغار كما الحنبا كما دريغا. شوفوا منتخب تونس يعني بصراحه شكون عنده دور كبير ياسر. ما ننساوش كذلك المنتخبات الاخرى كيما المنتخب الجزائري يبقى كذلك رقم صعب وصعب جدا، وعنده خبره، عنده مجموعه محترمه جدا. يعني شوفوا بصراحه يعني شكون مفاجات، يعني نصور مفاجات مش كبيره، خاصه التوب فايف اللي هما السنغال، المغرب، الجزائر، نيجيريا، و يعني وكاميرون، فريق يعني كاميرون، كوت ديفوار، مصر، هذوما يعني فرق شكون عندها يعني شكون دائما نصورها تأثر، شكون عندها يعني نشوفوها في يعني في البوديوم، نشوفوها في المربع الذهبي. أخيرا كابتن نبيل، عايز أسألك برضو عن تعاقد الاتحاد النيجيري مع بيسيرو، ولكن ما بعد بطولة الأمم الأفريقية، هل ده قد يؤثر سلبا على المنتخب النيجيري ولا الموضوع ده ما حدش بيفكر فيه كتير؟
والله شو اقول لك يعني انت وانا ما نعرفش بسير وشفناه كان مع الاهلي يعني. مع الاهلي مع الصلاح المعلومه لا صح مظبوط بالضبط مع الاهلي يعني نصور انه مدرب ولد عنده خبره بالمنتخبات الافريقيه بادغال افريقيا صح نصور انه كذا يختار المجموعه خاصه تعرف انت هو دائما احنا نركزوا على المدرب ونساو المجموعه اللي معاه لانه يعني فما مجموعه خلف الستار تعمل ويلزم المدرب يعرف يختار المجموعه اللي تخدم معاه وخاصه يعني تكون من اذا تمشي نيجيريا انا كخبرتي انا تختار الناس من نيجيريا اللي هما يمشوا مع فكرك يعني مع افكارك ويجمعونك نحن كنا عندنا الحظ محظوظين اشتغلنا مع لاعب يوبو اللي عنده خبره كبيره اشتغلنا مع مدرب حراس ممتاز اختيار كان بصراحه يعني اختيار ممتاز واشتغلنا حوالي 5 سنوات ونص مع بعض وذيك اللحمه اللي خلت انه الاطار الفني تاعنا ينجح يعني انا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير كابتن نبيل الترابولسي طبعا المدرب العام لمنتخب نيجيريا السابق الحقيقه السابق ده يعني كان من اسبوعين ثلاثه موجود مع رور المدير الفني السابق الالماني السابق لمنتخب نيجيريا واللي تمت اقالتهم الحقيقه ما قبل كاس الامم الافريقيه باسبوعين فقط يعني من الواضح ان الحقيقه المنتخب النيجيري عنده مشاكل من الكلام بتاع الكابتن نبيل وبرضه النهارده الحقيقه عندي 4 من النجوم الكبار الحقيقه اللي هيكونوا معايا برضه علشان نقدر نتكلم مقسمين على جزئين يعني الجزء الاول هنتكلم فيه عن منتخب مصر وعن الناحيه التكتيكيه النواحي التكتيكيه كيف يلعب منتخبنا الوطني في مباراته بكره ان شاء الله وحاجات كبيره كثيره جدا من الناحيه الفنيه هنتكلم عنها زي ما قلت لحضراتكم النهارده السنغال بتفوز على زيمبابوي في أمم إفريقيا بهدف مقابل لا شيء في المجموعة الأولى أما في المجموعة الثانية المغرب بيفوز على غانا بهدف مقابل لا شيء ثم في المجموعة الأولى مرة أخرى غينيا بتفوز على ملاوي بهدف مقابل لا شيء وفي المجموعة الثانية جزر القمر بتهزم من الجابون بهدف مقابل لا شيء النهارده يوم هدف فقط هدف في كل المباريات بتفوز به الفرق الفائزه على الفرق المهزومه بكره ان شاء الله في بطوله الامم الافريقيه في المجموعه الخامسه الجزائر وسيراليون في تمام الساعه 3 عصرا ثم في المجموعه الرابعه نيجيريا المنتخب النيجيري سيواجه المنتخب المصري في تمام الساعه 6 ثم في المجموعة الرابعة أيضا منتخب السودان يواجه منتخب غينيا وبيساو في تمام الساعة 9 مساء. من هي أفضل لاعب في لقاء زيمبابوي وإيجابية مسحة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأستاذ جمال علام ألف سلامة يا أستاذ جمال ونتمنى له الشفاء العاجل. زي ما قلت لحضراتكم كل الأخبار بتاعة المباراة هنتكلم عنها مع نجومنا في الجزء الثاني في هذه الحلقة. إيجابية المسحة الثانية للحضري وأبو جبل إن شاء الله يرجعوا للمنتخب بألف سلامة. المنتخب يختتم استعداداته لنيجيريا وعودة السلية للمران الجماعي. أتمنى أن السلية يكون 100% جاهز لمباراة بكرة. لو هيلعب يعني أنا ما أعرفش هيلعب ولا لا. أتمنى 100% مش 99 100% إن شاء الله. طيب خلينا نطلع نشوف تقرير مع الجمهور عن توقعاتهم لمباراة المنتخب المصري والمنتخب النيجيري وبعد هذا التقرير فاصل وبعد الفاصل فقرتنا الأولى للنجوم الكبار النجم الكبير كابتن أسامة عرابي والنجم الكبير كابتن عادل عبد الرحمن هنتكلم أكتر عن المنتخب الوطني في الناحية الفنية إن شاء الله في الجزء الأخير من هذه الحلقة هيكون معايا زي ما حضراتكم دايما بقى هتعودوا معانا خلال الفترة اللي جاية أحمد الحنفي وأحمد إيشو الاثنين هيكونوا معانا في الجزء الأخير هنتكلم بقى بالأرقام كيف أستطيع أن يفوز منتخبنا على المنتخب النيجيري بالأرقام هنطلع نشوف هذا التقرير عن توقعات جمهور مصر لمباراة غدا إن شاء الله أمام المنتخب النيجيري وبعد كده فاصل وبعد الفاصل كابتن أسامة عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن اتوقع انه هيبقى ماتش قوي جدا لان نيجيريا بجد عندها يعني محترفين بشكل قوي في المنتخبات الاوروبيه الفرنسيه
وان شاء الله برضو احنا عندنا الحمد لله يعني محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد. اتوقع ان شاء الله هيبقى ماتش جيد ان شاء الله. هو يعني هو ماتش صعب بس يعني ان شاء الله يعني المنتخب هيكسب يعني ويشرفونا وكده. يعني اعتقد بالكتير قوي هيكون تعادل، نحاول نتعادل حتى مهما كانت، حتى لو نيجيريا كانت وحشه بس منتخب مصر مش كويس، مش هو اللي كان اللي احنا بنتمناه، ودي بقت مشكله، ودي مشكله جامده جدا بالنسبه للمنتخب مصر. يعني ان احنا المفروض احنا اسياد افريقيا ان شاء الله مصر هتكسب 2-0. مصطفى محمد ومحمد صلاح ان شاء الله. ان شاء الله طبعا مصر هتكسب، حتى في التاريخ البطولات والانجازات قبل كده يعني مصر كسبانه اكتر، وان شاء الله يعني توقعات لنا يعني لنا افضليه في المباراه ان شاء الله. النصر لمصر وزيزو اللي يجيب الجون. مصر هتكسب باذن الله، وده بفضل ربنا اولا، ثم بفضل اللعيبه بتاعتنا، لعيبه كويسه، محمد صلاح وتريزيجيه لعيبه كويسه، وان شاء الله نحقق النتيجه حلوه. طبعا معروف الماتشات السابقه يعني محمد صلاح وجوده في المنتخب بنضمن يعني على الاقل التعادل، انما محمد صلاح بره المنتخب انا مش شايف حد يخلص في المنتخب زي محمد صلاح، فالاعتماد كله على محمد صلاح. واتوقع ان تعادل لفوز مصر 1-0 2-1 بكتير. مصر دي تنجح، مصر مصر ام الدنيا، وبقى تنتصر على نيجيريا ان شاء الله. منتخب مصر كويس وفي شباب كويسين ولاعيبه كويسين، وان شاء الله هنفوز يعني ان شاء الله ربنا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك كابتن اسامه؟ شرف ومنور. الله يخليك. ايضا النجم الكبير الكابتن عادل عبد الرحمن، مشرف وتحتنام يا كابتن ولا ايه؟ لا 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 صح صح، اهلا كابتن اسلام. ازيك كابتن عادل؟ ماتشات النهارده من الساعه 3 في متابعينها بقى عمالين ندرس فيها والله. نشوف. طب اخبار الماتشات، عجبك الماتشات؟ عجبكم الماتشات؟ يعني اسمع منكم مش كل الماتشات لغايه دلوقتي يعني هو اكتر ماتش عجبني المغرب وغانا، تحس كان الى حد كبير المستوى يعني في تقارب، لكن المغرب قدروا يخطفوا جون في اخر 10 دقايق وكسبوا المباراه. معظم الماتشات الثانيه لسه البدايات مش قويه قوي، يعني الكاميرون وبوركينا فاسو. الكاميرون رغم ان ملعبها لكن لسه باديه بدايه بسيطه يعني على مهلها يعني على مهلها. نفس الشيء السنغال مع زيمبابوي النهارده، السنغال بعيد خالص لكن برضو هيجي. فمعظم الماتشات لا ده متوقع يعني يا كابتن اسامه ولا ده طبيعي؟ يعني هل ده طبيعي اللي احنا بنشوفه ان المستوى الفني لم يبدا بشكل جيد؟ مش في كل البطولات، هو في فرق كتير بتبدا بسيط او بايقاع ورتم بسيط، وبعد كده تلاقيهم لما بيخشوا في الدوره جامد والادوار الدنيا بتمشي بقى وبيبتدوا يشدوا قوي يعني. انا اتوقع ان الكاميرون المستوى هيرتفع كتير، اتوقع السنغال المستوى هيرتفع كتير، هيبقوا منافسين جامدين في البطوله. أوكي. طبعا المغرب واضح النهارده انه هيبقى منافس قوي يعني هيبقى منافس قوي على البطوله. وطبعا لسه بقى احنا ما شفناش الجزائر ومنتخب مصر، دول اكتر خمسه يمكن. بكره الجزائر الساعه 3 وتونس، هم دول اللي هيبقوا الخمسه سته اللي بالشكل العام بيقول كده. فالماتشات البدايات مش في كل الفرق بتبدا باقصى حاجه عندها. اوكي. يمكن الفرق الصغيره شويه يعني النهارده زيمبابوي مع السنغال تحس انه قارصين على الاخر لانهم عارفين ان ممكن يطلعوا من البطوله، فتحس ان مفيش غير الثلاث ماتشات مثلا لكن الفرق اللي هي واحده واحده احساسها ان هي هتوصل تحس ان الايقاع بادئ شويه والمستوى هيرتفع كتير قوي مع البطوله. ف زي ما قلت لك الكاميرون، المغرب، بوركينا، السنغال يليهم بوركينا فاسو، دول اكتر فرق حتى الان تحس ان هم فرق في اليومين الاولانيين يعني تحس ان هم فرق عندها. وطبعا غانا برضو ما كانتش وحشه النهارده لكن ممكن ما توصلش لاخر مشوار يعني. ف البدايات مع فرق كتير احنا شفنا في كاس العالم كانت ايطاليا تملي تبدا بدايات قليله بعدين تلاقيها شدت قوي. في فرق بتبدا شاده جدا وبعد كده تلاقي المستوى تراجع. خلي بالك برضو في منتخبات منهم ما لعبتش ماتشات وديه كتير،
فتجمعتهم تقريبا اللي لعب الجزائر وغانا بس تقريبا مظبوط. فتجمعتهم بتبقى على البطوله خاصه الفرق اللي هي عندها محترفين كتير قوي في الخارج وفي اوروبا بالذات وامريكا مثلا الجنوبيه او كده في البرازيل والارجنتين وبتاع. فتلاقيهم عقبال ما بيتجمعوا وياخدوا التجانس بتاعهم هتلاقي العمليه مشيت معاهم بعد كده. دي نقطه. الحاجه الثانيه انه الملاعب ممكن ما تكونش برضو مساعده قوي، لكن اعتقد مع برضو التدريب عليها الدنيا هتختلف. تمام. قبل ما اروح بس للكابتن عادل، انا جالي خبر حالا زي ما بيقولوا لحضراتكم دلوقتي هقوله، او زي ما جاي لي هقوله، هو جاي لنا خبر ان المسحه الثانيه لكابتن عصام الحضري وكابتن محمد ابو جبل طلعت سلبيه، وبالتالي من المفترض ان هم يتوجها غدا الى الكاميرون للوصول الى الكاميرون طبعا، ثم ينضموا لبعثه منتخبنا الوطني. اذا سلبيه المسحه الخاصه بالكابتن عصام الحضري مدرب حراس منتخبنا الوطني، وكابتن محمد ابو جبل حارس مرمى منتخبنا الوطني. ان شاء الله بكره على الاخبار اللي جات لنا ان هم يلحقا غدا بالبعثة المتواجدة في الكاميرون الآن. نتمنى لهم يا رب الشفاء ويبقوا موجودين دايما مع منتخبنا الوطني. كابتن عادل، من وجهة نظرك برضو المباريات اللي لعبناها، لعبنا 6 مباريات امبارح، وامبارح مباراتين، والنهارده 4، ايه رأي حضرتك؟ يعني عاوز اقول لك احنا اكتشفنا ان شمال افريقيا تفوق على فارق بفارق يعني بدليل انك انت بتتكلم على التصنيف الاول افريقيا، مغرب، جزائر، تونس، وممكن كانت مصر لو لعبت مباريات وديه كان يبقى 4 فرق من الخمسه الاوائل كانوا هيبقى شمال افريقيا. شفنا المباراه الاولانيه الكاميرون بحكم الملعب، الكاميرون مش الكاميرون اللي احنا عارفينها بمستواها الكبير باللعيبه الاسماء الكبيره قوي، يمكن نجوم الكاميرون بيلعبوا في الدوري السعودي وبيلعبوا في الدوريات العربيه. كنا زمان بنشوف لعيبه الكاميرون كلهم بيلعبوا في اعلى انديه في العالم. مظبوط. المباريات اللي انا شفتها، عارف يتقال ايه يا كابتن اسلام؟ يتقال الخطوات اللي هي بتاعه المكسب ال3 بونت بس. كل فرقه عايزه تعمل كده. يمكن الكاميرون كسبت ب2 بنالتي، النهارده السنغال كسب ببنالتي وما كانش ممكن يكسب، كان ممكن تطلع النتيجه تعادل. الحاجه اللي طمنتنا قوي انه حتى الفرق المستوى الاول في المتناول قربت العملية، يعني علشان أنا برمي على كأس العالم يعني بعديها، لكن المباريات بدأ البداية الطبيعية للبطولات الأفريقية، ولكن البطولة دي هتبقى فيها شبه إجهاد لأن معظم اللعيبة بيلعبوا في دوريات مضغوطة قبل ما يجوا. لا، رغم أن أنت مش في آخر السنة، أنت في نص السنة، ولكن كنت ارجع للكورونا وارجع للي قبل كده، في مشاكل كتير قوي لغيابات لعيبه. هي تبقى التنظيم والحظ، بمعنى الفرقه اللي هتعرف تحافظ على معسكرها كويس، الفرقه اللي هتقدر تقي نفسها من الكورونا والحاجات وما يبقاش عندها. يعني النهارده على سبيل المثال فرقه المغرب من اقوى الفرق العربيه والافريقيه في الوقت الحالي، عندها 3 لعيبه الفراوده، 3 اللاين فورورد بتاعهم الـ3 ما لعبوش النهارده علشان الكورونا. فانت لو في حفاظ كويس من الكورونا لا قدر الله، يعني لو اللعيبه جالها كورونا ممكن تلاقي فرقه غاب منها 7 8 9 لعيبه. نعم. عشان كده المستويات البدايه بتاعتها هتبص تلاقي فيها تغييرات كتير قوي، هتبص تلاقي فرق بتلعب مباراه جيده والمباراه اللي بعديها اقل، المباراه اللي بعديها اقل، المباراه اللي ممكن تعلى تاني وممكن تنزل. يعني مش هيبقى في ارتفاع نسق زي ما بيقولوا، هيبقى في يعني تضارب في المباريات، مباراة كويسة ومباراة غير جيدة يعني. تمام. كابتن أسامة، بكرة إن شاء الله أولى المباريات منتخبنا الوطني. طيب. مصر ونيجيريا، إيه رأيك؟ يعني قبل ما أتكلم في مباراة مصر ونيجيريا برضو هقول نقطة مهمة مخلية برضو الإيقاع قليل شوية. خلي بالك السعود فرقتين من كل مجموعة وأربع توالت من الـ6 مجموعات عشان يبقوا 16. نعم. فخلي بالك الفرق الكبيره زي السنغال والكاميرون وبتاع، صحيح هي عايزه تكسب عشان تطلع اول مجموعه وتلعب الفرق الاسهل، ولكن برضو احساسهم انه واصلين بيخلي الريتم قليل شويه.
بس انا متاكد ان الريتم والايقاع بتاع الماتشات وسرعه الاداء هيزيد مع الماتشات اللي يبقى فيها حسم شويه. لو حصل انه في ماتش مثلا يتوقف ان حد فيهم هيصعد لما يخشوا بقى في الادوار الثانيه اللي هي بقى ذهاب خروج المغلوب، كل ده هيرفع النسق بتاع المباريات، فدي نقطه مهمه. بالنسبه لمصر ونيجيريا مفيش شك البدايه حلوه قوي انك تبتدي بمكسب، يعني حاجه جميله، حتى لو انت كده كده هتصعد، لان زي ما قلت لك في توالد كمان، واحنا معانا غينيا بيساو والسودان. يعني اعتقد مصر ونيجيريا بغض النظر عن نتيجه بكره الاثنين صاعدين، اكيد يعني الاثنين صاعدين. لكن نفسيا انت لما بتكسب اول مباراه ليك وكمان مع منتخب قوي ممكن تقابله في تصفيات كاس العالم المؤهله للتصفيات المؤهله لكاس العالم، بيدي لك ثقه، بيدي لعيبتك ثقه، بيدي لمدربك ثقه، بيدي احساس الفخر يعني والثقه بالنفس انك انت لما تيجي تلعبهم تاني. دي نقطه. الحاجه الثانيه برضو مكسبك او على الاقل انك انت تتعادل ما تخسرش وطلعت اول، هتلعب توالت مجموعات اخرى او تواني، فطبعا برضو غير لما تطلع تاني ممكن تواجه اول مجموعات هتبقى المستوى اللي هو القوي قوي اللي هو زي الجزائر والكاميرون والحاجات دي لو طلعت تاني. فهي فيها المكسب او التعادل في اكتر من ميزه، زي ما قلت لك الثقه بالنفس انك انت تكسب الفرقه اللي هي مرشحه معاك في المجموعه اللي انت ممكن تقابلها في كاس العالم، دي نقطه. الحاجه الثانيه انك هتفرق معاك في الترتيب بتاعك، ممكن تلاعب فرق اقل في المستوى بعد كده. المباراه هتبقى صعبه. احنا خدنا ميزه في البطوله العربيه، ايوه التجمع بتاع مستر كروش، خلي بالك مش كل الناس خدته، يعني راجل حضر 20 يوم مع لاعبته، صحيح مش مكتملين ولكن حضر 20 يوم في بطوله مجمعه، وبرده كانت كل 3 4 ايام مباراه، فاحساس المعسكر نفسه خده هو في البطوله العربيه، دي نقطه مهمه. فمع اضافات بقى اللي هي زي صلاح ومرموش ورمضان وتريزيجيه والمجموعه بالذات التلت الامامي، يمكن هو احنا التلت او النص في نص الملعب والخلفي معظمهم هم اللي بيلعبوا، هم اللي هيلعبوا معاه في البطوله العربيه. فهو كسب حاجات من البطوله العربيه رغم ان هو كان زي ما قلنا كان يعني جرب فيها كتير زياده عن اللزوم، لكن كسب انه قدر يحس باللعيبه في المعسكر وايه اللي بيضايق ده وايه اللي ما بيضايقش ده وايه النظام البطوله نفسه مشابه. فدي نقطه. المباراه بكره اعتقد انها تبقى قويه وهتبقى يعني 60% للمنتخب المصري و40% للمنتخب النيجيري باي تشكيل اعتقد الراجل ممكن يلعب بيه، يعني لانه يعني يعني التشكيل تقريبا الخط الخلفي واضح ما فيهوش اختلاف، ولا اختلاف هيبقى في لاعب مين اللي هيكون مكان عمرو السوليه بس كده. مين ممكن يبقى؟ زيزو، ممكن يبقى تريزيجيه، يعني طبعا الاقرب بيتقال ان هو عبد الله الشناوي، ممكن يبقى عبد الله، بس هو يعني امام عاشور ممكن امام بس بالظبط كل دول ممكن على فكره، ما كل ما هو ممكن احتمالات كتيره احتمالات كتيره. لا النني موجود، النني وحمدي فتحي، النني معاهم الثالث مين بقى؟ هيلعب ب 4 2 3 1 لا ممكن يلعب 4 3 3 عادي. انا يعني ممكن يحط تريزيجيه يعني يبقى النني في جنب وتريزيجيه في جنب وحمدي فتحي في النص قدام وصلاح ورمضان ومرموش أو يعني انا شايف الكابتن اسامه اتكلم على الميزه اللي كان خدها في البطوله العربيه، انا شايف ان هي هو ما استفادش منها كويس قوي بدليل انه قعد يجرب كتير وقعد وفي الاخر ما اختارش حد منهم، يعني تجربه اللي عملها لنفسه لكن مش للمنتخب، مش هتعود على المنتخب اعاده قويه قوي. ليه؟ لانه هو جرب طرق كتير، الواحد لما بيجي يجرب الطرق بيبدا خطوات
علشان يوصل للخطوة الأخيرة. نعم. يبدأ هيعمل إيه هنا، وبعدين هيطلع بالنسق بتاعه، وبعدين يشتغل على حتة إنه يعمل منتخب قوي موجود في اللعيبة بصورة أساسية، لكن طرق اللعب متغيرة كتير قوي، ودي أنا ما بحبهاش، يعني إنك أنت تغير طرق اللعب كتير، تغير مجموعة لاعبين كتير. هو 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 طبعا عنده سلبيات عملها في البطولة، بس أنا بتكلم في الإيجابية. أنا في فاهم، أنا فاهم إنه التجميع، يعني إن شكل البطولة قريب من شكل البطولة، فإحساسه بالتجمع باللعيبة بالمعسكر، هي دي اللي بقول عليها. ما أنا بقول لك يا كابتن، أحيانا البعد المدرب عن اللاعبين أفضل. يمكن أنا شايف إن هو قربه من اللاعبين بيعمل له مشاكل، يعني هو ما بيعرفش يتصرف فيها تصرف كويس، يعني اللي أنا شايفه، يعني بدليل إن إحنا دلوقتي مش عارفين طريقة اللعب. يمكن الكابتن إسلام هو بيتكلم بيقول لك دلوقتي، طب إحنا بقى نلعب 4-2-3-1، قلت له هنلعب 4-2-3-1، يعني عايزين نحط عبد الله ونحط مين، فهو يعني مش عارف يحط مين، لأنه هو مش عارف طريقته إيه. هو ده اللي أنا بقول لك عليه. أي منتخب في الدنيا بيبقى ليه، بالذات المنتخب أو مدرب المنتخب بيبقى عنده ستايله وعنده طريقة لعبه. المدرب المنتخب غير مدرب النادي. مدرب المنتخب مش مجبر على طريقة لعب. ليه؟ هو بيلعب بطريقته اللي هو عايزها، لأنه عنده القماشة كبيرة، عنده البلد كلها، عنده جميع اللاعبين. يقدر يلعب بالطريقة اللي هو الفلسفة بتاعه، طريقته هو اللي بينجح فيها. مظبوط. لكن انا شايفه ان هو ما عندوش طريقه واحده، او بالمعنى الاصح حتى تغييره من طرق لطرق، يعني احيانا هيلعب ازاي بكره يا كابتن؟ ما هو ده اللي احنا عايزينه. انا عايز اقول لك، يعني احيانا لما بتقرب طريقتين من بعض، في 4-1-4-1 ممكن تبقى 4-3-3، لكن لما تلعب 5 وبعدين 5-4-3 ما تقدرش تحطها 4-2-3. يعني بس هو بالشكل اللي انا شايفه مع نيجيريا هو هيلعب بثلاثه ديفندرات. مين الديفندر الثالث اللي هيلعب بيه؟ ده ممكن تقول عبد الله وينزل تحتيهم معاهم شويه، يبقى شمال. لا يعني يبقى واحد، لا هو مش هيعملها كده، 4-3-3. هو يعمل الثلاثه، هو يعمل يا كابتن اسامه الثلاثه، يبقوا 2 وقدامهم واحد، او واحد وقدامه 2 وراه، يبقى 4-3. يعني ما هي على حسب، يعني هو لو لعب بالثلاثة في نص الملعب اللي هيغطي الظهير اللي هو الطرفين، محمد صلاح مش هيلعب طرف اكيد، لكن مصطفى محمد في الوقت ده هل هتبدا بيه؟ لو بدات بمصطفى محمد انت مش تقدر تخلي محمد صلاح يعمل لك الواجب الدفاعي، هتخسره في الواجب الهجومي، فلازم هتحط حد بيقفل عليه. تحط حد بيقفل عليه من الناحيه دي بالزبط. بس لو اتعملت من الناحيه دي هيبقى تكتيكيا في ميل شويه في الملعب، لانك انت بس ده طبيعي، ده ما هو في ليفربول بيعمل كده، خلي بالك بيحط واحد بيلعبوا ثلاثة في ليفربول، لا بس هو هنا محمد صلاح لما بيلعب في ليفربول بيرجع في الحته دي، لكن انت بتتكلم على الواجبات. لا واجباته كانت بتبقى كبيره في ليفربول محمد صلاح الناحيه الدفاعيه، لانه الكوره في الدوري الانجليزي غير البطوله الافريقيه. طبعا احنا بنتكلم على منتخب نيجيريا في الوقت الحالي، لازم نعرف ان المنتخب النيجيري مش منتخب سهل. لا يمكن طبعا يمكن هو ما عندوش الاسماء الكبيره، او ما عندوش الريتم العالي اللي كان بيعمله منتخب نيجيريا، او قوه منتخب نيجيريا، ولكن تصنيفه اول برضه، احنا بنتكلم على فرقه طبعا. تصنيف اول. الحاجه المهمه انك انت لما تيجي تلعب فرقه نيجيريا وتستهل بالمشوار، مش لازم تخسر منه. صح، لان اللي هيخسر في الاثنين بكره مش هياخد الاول، وممكن يهدد للصدف بتاعت كره القدم. انا ما اضمنش، كره القدم ما فيهاش ضمان، انك انت لو خسرت ممكن الكره تعرف معاك المباراه اللي بعديها لا قدر الله، حتى لو بتلعب اقل فرقه في الدنيا. فاللي هيكسب في الفرقتين هيضمن الصعود، يعني دي مباراه الصعود بكره. لان المنتخبين التانيين لما انت تلعب باريحيه هتلعب كورتك العاديه هتكسبهم، اللي هي السودان. لا والصعود اول غير الصعود تاني بقى، بيني وبينك يعني على الصعود الثالث بالظبط. مش هتلعب لا انا بتكلم انه غالبا او 99% يلعب 4-3-3. ليه؟ خلي بالك محمد صلاح ما شفتوش غير طريقه اللعب كتير، خلي بالك يعني انا ما شفتوش راح لعب مثلا 4-2-3-1، ما شفتوش لعب لا يمكن عملها مره ومرتين مع افشا لما كان مغلوب، وده ولا مغلوب في كاس العرب. لكن هو بيبدا 4-3-3، بيبدا بواحد قدام الاربع مدافعين، واحد يمين وواحد شماله وصلاح، وخاصه لازم يعمل كده
عشان صلاح خلي بالك في ماتشات هو لاعب. صلاح هيلعب فين يا كابتن؟ ناحية الشمال في الجناح ولا اليمين ولا ناحية اليمين؟ لا هيلعب جناح ناحية اليمين. هيلعب جناح يبقى لازم يرجع. ماشي بس انا شايف ان محمد صلاح مع منتخب مصر ما تديلوش واجب الدفاع. ما مش هتديله دفاع عشان كده انا بقول لك هيلعب 4-3-3 عشان لازم يبقى في حد بيقفل ناحية صلاح وراه مع اكرم توفيق. ما يبقاش صلاح لو لعب 4-2-3-1 يعني لو لعب بالنني وحمدي فتحي بس في نص الملعب ولاعب عبد الله السعيد تحت مصطفى محمد صلاح هيضطر يعمل مسافات كبيره جدا مع اكرم توفيق ودي مشكله. خلي بالك صلاح بيقل كتير جدا لما بيستنفذ جهده في النواحي الدفاعيه. ميزه صلاح في ليفربول الثلاثي بتاع نص الملعب اللي هو هندرسون واذا كان رقم 3 اللي هو الاسمر انا متيب متيب و و و فابينيو يعني الناس بتقفل وساديو ماني من الناحيه الثانيه هو بيلعب يعمل واجب دفاع ماشي بس هندرسون وراه تملي مع الكسندر يعني الكسندر باك يمين وهندرسون واخد ورا صلاح بيقفل جامد ورا صلاح بيقفل ورا صلاح فبيخلوا صلاح يلعب في ال 20 30 متر الاخيره بس يعني بيحاولوا يخلوا صلاح كل جهده يطلع في الجزء الاخير اللي هو بتاع التهديف اللي هو النقطه اللي هم عايزينها في الاخر انه يكسب الماتش فبيخلي صلاح يوفر جهد شويه غير مثلا الناحيه الثانيه ساديو ماني تلاقيه بيرجع مسافات طويله قوي ويدافع لتحت قوي ويطلع تاني لكن تملي بيلعبوا 4-3-3 عشان هندرسون بيقفل ورا صلاح مع الكسندر لكن لو انت لعبت باتنين بس يعني حمدي وفتحي والنني ولعبت عبد الله قدامهم عبد الله مش هيقدر يغطي المسافات دي فهيضطر النني يروح ناحيه اليمين عشان يقفل مع صلاح هتلاقي نص الملعب مفتوح فحتى لو لعب بعبد الله هتلاقيه لاعب حمدي او النني رقم 6 قدام المدافعين وواحد فيهم ناحيه اليمين يقفل ورا صلاح وعبد الله سعيد ناحيه الشمال يبقى 4-3-3 فانا اتصور كده انه 90% او 99% هيعمل كده ممكن حتى كمان قعد عبد الله يبدا بزيزو ورا صلاح انا اتمنى او تريزيجيه يبقى مع النني وحمدي فتحي يبقوا هما الثلاثه عشان يقفلوا نص الملعب كويس لان تريزيجيه بيروح ويجي برضه يعني انا اتمنى يلعبها 4-4-1 اللي هو صلاح ومصطفى محمد يبقى فري صلاح ويلعب في الجزء الامامي هو ومصطفى محمد ويلعب بيه الاربعه بتاع نص الملعب اتنين ديفندرات اللي هم موجود حمدي فتحي وحمدي فتحي والنني الاثنين ديفندرات ويلعب على الطرف الشمال ممكن يلعب تريزيجيه وزيزو على الطرف اليمين هيبقى عندك سرعات هيبقى عندك قوه هيبقى عندك دفاع يمكن دي من اكثر الطرق اللي في الوقت الحالي تناسب امكانيات منتخب مصر نعم. مع اي فرقه اللي هي الاربعه بتوع نص الملعب سرعات تريزيجيه وسرعات زيزو والاثنين الديفندرات اللي هو النني بينظم اللعب ويقدر يباصي والديفندر الثاني حمدي فتحي بيشتغل مدافع ومدافع قوي محمد صلاح يبقى فري يلعب في الجزء الامامي كله ومصطفى محمد ساعه ما الكره تبقى مش معانا يرجع مصطفى محمد ومحمد صلاح لنص الملعب والاربعه يبقوا من وراه ساعتها مش هيبقى عندك ثغرات في حته نص الملعب لان مشكله منتخب مصر في الوقت الحالي يمكن اللي انا خايف منها بكره مع نيجيريا الكور الثابته وافتكر كلامي يا كابتن اسلام طيب هنكمل كلامنا بس عشان مهم جدا عن الكور الثابته خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل كلامنا عن الكرات الثابته فيما يخص المنتخب النيجيري اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين يعني برضو كابتن اسامه قبل بدايه بطوله الامم الافريقيه باسبوع او ب 10 ايام حتى كان معانا النهارده كابتن نبيل الترابولسي المدرب العام للمدرب العام السابق للمنتخب النيجيري تم تغيير الجهاز الفني للمنتخب النيجيري وحطوا بيسيرو وقالوا ان هو هيشتغل ما بعد كاس الامم الافريقيه هل ده يؤثر بشكل سلبي او ايجابي على الفريق من وجهه نظرك ساعات التغييره دي اللي قبل بطوله ممكن تدي روح معنويه عاليه بس التغيير لو مدرب هيكمل لكن هو مفيش مدرب هيكمل هو المدرب اللي معاهم دلوقتي هو مدرب يعني هو حتى الان بيسيرو هو مدرب المدير الفني للمنتخب النيجيري بعد بطوله كاس الامم الافريقيه واستشاري مش في البطوله استشاري بس بس برضه ساعات احيانا التغييره دي احيانا بتدي
عارف دفعه كده، احساس للعيبه بيجي. وكلنا مرينا بالظروف دي ساعات لما بتيجي مدرب يتغير. اللعيبه عايز تثبت نفسها يعني. ايوه اللعيبه عايز تثبت نفسها، بتطلع اقصى ما عندها. ايوه عايزه توري نفسها للمدير الفني الجديد. كل دي ساعات بتعمل دفعه. ثانيا بتشيل من عندك الضغوط شويه، يعني احيانا بتشيل من عندك الضغوط شويه لما بيبقى في مدير فني هو المسؤول بقى له فتره، ممكن بيبقى متحمل عليه قوي انه لازم ياخد البطوله واللعيبه مضغوطه وبتاع. ساعات لما بتدي اريحيه كده للعيبه بتلاقي طلع احسن ما عندها، لكن ده مش في كل الاحوال يعني، احيانا برضو ممكن تيجي بنتيجه عكسيه. نعم. لكن الطبيعي انه منتخب مصر زي ما انا قلت لك، انا وجهه نظري الشخصيه رغم التغييرات الكتيره اللي عملها مستر كيروش في البطوله العربيه، ولكن ما زلت بقول ان برضو اديته احساس المعسكر في ماتشات رسميه، يعني في فرق لسه بتتجمع. يعني هو انت تقصد ان هو داخل البطوله مش غريب. أيوة على المعسكرات. هي دي الاستفاده الكبيره من بطوله كاس العرب. يعني في فرق، يعني انا مثلا بتفرج على السنغال النهارده، لما بتفرج على غانا بحس ان هم لسه متجمعين يعني، او لسه عارف بيستكشفوا. لسه بيسخنوا، لسه احساسهم حتى كمجموعه ان هم قاعدين مع بعض في معسكر. دي منتخب مصر خدها في بطوله كاس العرب على الرغم من ان ما كانش العدد اللاعبين ده موجود، ما كانش العدد موجود، بس على الاقل في 8 او 9 منهم بيبص لي كده. بص نظر. لا هي وجهات نظر ماشي. لا اصل الحته دي مهمه. فيها حاجه يا كابتن اسامه بعد اذنك. ثلاث فرق في افريقيا اللي بيعرفوا يلعبوا البطولات المجمعه، والتاريخ هو اللي بيقول كده. مصر كاميرون غانا، بدليل 7 بطولات 5 بطولات 4 بطولات، غانا 4 كاميرون 5 مصر 7. الفرق اللي هي بتاعت شمال افريقيا مغرب عمرها ما بتوصل للادوار النهائيه عشان اللعيبه المحترفين، علشان عدم تركيزهم الدفاعي دائما. يمكن انا شايفهم النهارده بيدافعوا كويس، لكن المنتخبات اللي هي زي تونس وزي المغرب نفسهم مش طويل. ليه؟ لانه لعيبه محترفين بزياده. انت يمكن المكاسب اللي انت كسبتها كان عندك معظم اللعيبه محليه. في نقطه مهمه جدا، اللعيب اللي بيسيب البطوله بيخلص البطوله بيرجع على بلده غير اللعيب اللي بيروح على الاحتراف، ما بيهموش حاجه. يمكن احنا اهم مكاسب لينا مدرب مصري ولاعيبه محليه، اللي هو 6 و8 و10 98 مع كابتن جوهر. كان هاني رمزي في 98. بيبقى عندك واحد ولا اثنين بالكتير قوي، ولكن ما بتعتمدش عليهم الاعتماد الكبير زي بتوع شمال افريقيا. يمكن المغرب بيبقى عندها حوالي 25-30 لعيب، ما عندهمش الحته بتاعت المقاتله وما بيوصلوش. يعني لو حصل حاجه يلا يعني ورجع فرنسا رجع. يعني المغرب ما خدتش بطوله من 50 سنه او اكتر من 57 من 61 بتهيألي اخر اول بطوله تقريبا سنه 70 او 70 او اخر بطوله يعني اخر بطوله خدتها المغرب. يعني خدت بطوله واحده بس. الجزائر هي اللي بدات بقى. الجزائر بدا يبقى فيه قتال عشان هو عامل احلال بلعيبه بيلعبوا بأندية متوسط. وجمال بن ماضي شخصية قوية. وحاجة تانية مهمة كمان، خلاص اللعيبة الجزائريين تمرسوا في الأمر زي اللعيب المصري. اللعيب المصري في المعسكر، وإحنا دايما نسأل نفسنا هو ليه إحنا بنبدع في المعسكر الطويل في البطولات المجمعة وما بنعرفش نشتغل في المباراة الواحدة؟ عشان كده إحنا ما كناش بنوصل كأس العالم، لأن تظبيطة المباريات انت الاداره بتاعت الكوره نفسها طول عمرنا ما بتبقاش اداره جيده. يعني خلينا نعترف ان اتحادات الكوره اللي بتعدي عليك ما بتبقاش الاتحادات اللي هي بتشتغل باحترافيه، عشان كده انت بتفشل في حته المباريات الطويله، لكن بتنجح في المجموعات. تقدر تنجح في المجموعه، تقدر تنجح لما تلم لعيبتك في مكان واحد، يجي واحد زي الكابتن حسن شحاته بقدراته العاليه كمدرب يجمع لعيبته ويديها روح عاليه قوي، واللعيبه نفسها تموت نفسها عشان تعلى وعشان تعمل وبتاخد البطولات. فالاربع فرق اللي دلوقتي بتوع شمال افريقيا اللي هو اتنين شمال افريقيا اللي هي الجزائر ومصر وكاميرون وغانا. غانا يمكن الفرقه اللي انا شايف اللي هيبقى عندها تصاعد حتى يعني في الريتم بتاعها، رغم ان هي خسرت النهارده، لكن ممكن يبقى عندها تصاعد لانها
فرقتها هم عواجيز وبينهوا مهمتهم اخر حاجه ليهم. يمكن عندهم حوالي 12 لعيب العمر بتاعهم معدي 33 سنه دي غانا 12 لعيب ويمكن وعندهم اتنين قابضين على الفرقه زي ما تقول ايو واخوه يعني قابضين على الفرقه دي حقيقه. يمكن لو دول بطلوا زي ما كان سوموجيان ومونتاري الاتنين برضو كانوا قابضين واسيان التلاته كانوا قابضين على الفرقه. لما التلاته بطلوا الاتنين دول لو بطلوا هتلاقي غانا عندها جيل جديد لان كل اللعيبه الصغيره اللي بتلعب لغانا ما بتقدرش تتجمع علشان حته الناس اللي مسيطره تمام. على ودي راجع للاتحادات عشان كده انا بكلمك على احنا كمصر في البطولات المجمعه بنبقى افضل ناس يعني. ماشي كابتن اتفضل. يعني ماشي احنا فعلا في البطولات المجمعه افضل من الماتشات اللي هي ذهاب وعوده دي حقيقه لانه تعودنا من زمان على المعسكرات الطويله. دلوقتي بقى في نسبه محترفين ولكن ما زال منتخبنا في 60 او 70% منه محلي يعني موجودين في مصر. بس تاني انا بقول ان البطوله هو استفاد منها في الجزئيه دي اللي هي مش داخل غريب على بطوله يعني غير لما كروش كان هيروح على بطوله طبع. افريقيا وما لعبش البطوله العربيه. احساسه لسه بالتجميعه دي بتاعه الفرقه واحساسه بالمعسكر واحساسه باللعيبه داخل معسكر مختلف وشاف كمان حاجات ما كانتش على ذهنه. بمعنى في قطر مثلا هو شاف الجمهور المصري قد ايه عايز ياخد البطوله. لما رجع حس من النقاد والجماهير قد ايه الناس محتاجه البطوله. كان ممكن هو لو مش بطوله عربيه دي مش ملعوبه يجي يخش على البطوله الافريقيه بنفس هذا المفهوم. يعني البطوله كسبته حاجات رغم ان احنا قلنا انه هو يعني غير فيها كتير سواء في طريقه لعب او في لعيبه ما خدهاش او غير في مراكز لعيبه. لكن في النهايه جمع ال 90% احنا قلنا انا من وجهه نظري باستثناء طارق حامد وقفشه اللي كان ممكن يبقى ليهم دور كبير معاه خاصه لو وصلنا للمراحل اللي جايه لانه تتالي الماتشات مع وجود كورونا والنهارده وضحت يعني الكاميرون اكتر من لاعب غاب عشان كورونا. السنغال 9 لعيبه غابوا عشان الكورونا منهم مندي حارس المرمى منهم كوليبالي اعظم مساك فيهم قلب الدفاع. فممكن فجأة يحصل حاجة مش متوقعة خاصة احنا قلنا قبل كده ان الكورونا لما بتيجي ما بتاخدش واحد تلاقيها ممكن 3 4 5 يعني بيبقوا عدد لانه بيبقوا متجمعين مع بعض ممكن تتنقل يعني في عناصر. عشان كده العدد اللعيبة اللي كان رايح في المراكز لازم كان يبقى مظبوط جدا. هو مظبوط الى حد كبير ولكن انا كنت شايف انه طارق وقفشة كان ممكن يبقى ليهم دور يعني. بالنسبة لبكرة زي ما قلت أنا وجهة نظري إن هيلعب غالبا 4-3-3 بس هيخلي التالت ده اللي هو ناحية صلاح عشان ما يرجعهوش المسافات الطويلة دي لأنه كتير قوي بنتساءل في مصر أو يجيب النني ناحية صلاح ويخلي تريزيجيه الناحية التانية مظبوط كده مثلا يعني. يعني هو هيبقى ما هو النني وحمدي دول أكيد هو التالت هيبقى تريزيجيه يا عبد الله يا عبد الله يا امام يا زيزو إمام يا زيزو واحد فيهم بقى سواء لو زيزو هيجيبه يمين ويودي النني شمال يعني ده. لكن لو تريزيجيه هيبقى النني يمين وتريزيجيه شمال وحمدي فتحي بينهم صح. فعشان ياثر على صلاح المسافات لان ساعات كتير بنلوم صلاح احنا لما بيجي مصر الناس بتقول ايه هو ليه مش ظاهر زي ما بيظهر في ليفربول. اولا الفرقة والديناميكية بتاعت أدائها والتركيبة بتاعت اللعيبة مختلفة أدي جزئية. الحاجة التانية اللعيبة كميات الجري والضغط اللي بتعملها وبتقطع الكرة بسلاسة وبعدين بتحط لصلاح في قلت في ال 20-30 متر الأخيرة بتوفر عليه جهد كتير وبتخلي صلاح يطلع أفضل ما عنده في الجزئية اللي هو متفوق فيها أو هي التهديف. نعم يعني صلاح عنده حاجات كتيره طبعا كويسه بس التهديف الايه الكريمه بتاعه اي فرقه يعني. فصلاح بيطلع الجزء ده في لكن لما بنلعب بشكل تاني مش الشكل اللي هو بيلعب بيه صلاح في ليفربول احيانا بيضطر يرجع لمسافات كبيره احيانا بيبقى محتاج ياخد الكره مسافات طويله عشان يتحرك بيها او الناس متخيله انه
هيبقى سوبر مان، هياخد 10 15 واحد ويعدي ويجيب جوان لوحده. فدي نقطه اعتقد ان مستر كلوش هيحط ايده عليها، انه لازم حد يبقى في الجنب اللي بتاع صلاح يوفر عليه الرجوع الكتير للخلف يعني. وزي ما عادل قال ممكن جدا في اوقات يستعملوا لجوه، يعني ما بقاش في الجناح، بيدخلوا كراس حربه. نعم. حتى لو مصطفى محمد ما لعبش ممكن صلاح يلعب راس حربه، وشفناه في ليفربول احيانا كان بيلعب راس حربه ويلعب حد جناح يعني مكانه. فاتمنى التوفيق بكره ان شاء الله. والبدايه حته صغيره بس عايز اقولها على محمد صلاح، علشان الناس لما تيجي تلوم وتقول ان محمد صلاح ليه بيبقى اقل من ليفربول، حته بسيطه قوي. ليفربول عندهم اي مدرب بيلعب فرقه ليفربول عنده 5 6 بيتمسكوا، اي حد بيلعب منتخب مصر ما بيمسكوش الا محمد صلاح بس، 10 بيبقوا واقفين ناحيه الشمال. خلصت العمليه يعني، يعدي من واحد يعني ما نسلموش. اخيرا مين اللي هيلعب بكره؟ بقول لي تشكيل من وجهه نظرك. التشكيل يعني رايت اكرم توفيق الشناوي والشناوي اكرم بالمناسبه توفيق. بسرعه كده، الشناوي اتاثر بعدم وجود الحضري اللي هو شغال معاه بقاله فتره في المنتخب؟ لا، الشناوي عنده خبرات. أوكي. ممكن من غير مدرب يشتغل. تمام. باك رايت اكرم حجازي ونش. الونش هيبقى فتوح، اتنين حمدي فتحي ومني. انا شايف ان هو يحط قدامه مصطفى محمد وصلاح ومرموش ومرموش، هيبقى باقي واحد بس. بتهيألي لو انت عاوز تلعب بالطريقه دي يبقى لازم تحطه ديفندر اكتر من انه لاعب نص ملعب. انت تقصد مهند؟ يبقى ممكن مهند يعني او اي ديفندر يقدر، عشان كده كان طارق حامد او السوليه كان مهم. لو لعبت بالثلاثه يبقى عندك السوليه خلاص مصاب. كابتن اسام نفس الشيء، والشناوي اكرم هم حجازي. الثالث مين بالنسبه لك؟ الثالث قول لي اسم. لو تريزيجيه، لو تريزيجيه جاهز 100%، يبقى النني يمين وتريزيجيه شمال. يبقى تريزيجيه وبينهم حمدي فتحي ومرموش وصلاح ومصطفى محمد. وطبعا عندك بقى رمضان صبحي، عندك زيزو، عندك ناس كتير في شريف، عندك المجموعه دي كلها تقدر تعمل بيهم يعني دفعه تانية. خاصه البدايه ممكن ما تبقاش احسن حاجه، لازم يبقى في نفس تاني للمجموعه الاحتياطي اللي هتنزل. عشان كده انا خايف شويه على المنتخب المصري في التلت الاخير لما يحصل اصابات او لا قدر الله كورونا او كده. هي دي النقطه. ليه انت عندك رمضان صبحي لا بتكلم على التلت الاخير تحت. مش قصدي الجزء بتاع المدافعين الدفاعي، الجزء الدفاعي يعني. انا دي قلقاني شويه لو حصل لا قدر الله اصابات او كورونا او كده يعني. طب هو مش ممكن يلعب ايمن اشرف زي ما عملها المره اللي فاتت ثالث؟ ممكن وعملها في البطوله والله ممكن صح يلعب، لان هو من المدربين اللي دايما عاوز يعمل فرقه ويتقال انا عملت حاجه جديده. فانا افتكر ان ممكن يعمل واحده كده، ولو كان هيلعب 4-4-1-1 ويخلصنا من العمليه دي ويلعب بالاطراف بتاعته. والله على فكره وجهه نظر 4-4-1-1 دي حلوه قوي. ده لازم هي تتعمل، لان منتخب مصر قدراته كده في الوقت الحالي. لو لعب غير كده المساحات الكبيره مع نيجيريا هيتعبنا. وكنت بكلمك على الكور الثابته وافتكرها يا كابتن اسلام بكره، لو لا قدر الله نيجيريا جاب فيك حاجه هيجيب كره ثابته، لان منتخب وهو عنده نقطه ضعف برضه كره ثابته. احنا ما بنعرفش نقف، وهو عنده برضه نقطه ضعف مهمه جدا، ده بتتقال في نقاط الضعف دايما في المنتخب النيجيري. ان هم ما بيمسكوش كويس. ما بيمسكوش كويس، ولكن في حته الكور الثابته بالنسبه لنا احنا بتبص تلاقي ضدنا احنا يعني. بتبص تلاقي اللعيبه بتاعتنا بتقف. ما عندناش حد بيمسك كويس من ناحيه الدفاع في الحتت العاليه. عندك حجازي دي. عندك حجازي بس، وعندك حمدي فتحي الاثنين اللي بيقدروا، ولما كان السوليه كان بيقدر يمسك. لكن انت بكره ما عندكش الا اثنين بس اللي يعرفوا يمسكوا جوه ال 18، فتلاقي خطوره من نيجيريا كبيره قوي. بس الونش برضه بيمسك كويس قوي. ولكن الونش في الحاجات العرضيه والجري اللي هي بالمواجهه، لكن من الثبات والقوه الانطلاق عندك مشكله كبيره قوي. وهم بيعملوا الكور دي على يا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نكسب بكره ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن اسامه على وجودك معانا. شكرا جزيلا يا كابتن عادل. ان شاء الله نبارك لحضراتكم بكره على ان شاء الله فوز منتخبنا الوطني. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ايشو والحنفي هيكونوا في ضيافه البيت الكبير. وزي ما قلت لحضراتكم دائما من خلال ايشو والحنفي مع الشاطر، ده الهاشتاج. اي سؤال او الحنفي وكيشو مع الشاطر، اي سؤال حضراتكم عايزين تسالوه ابعتوا لنا على هذا الهاشتاج، وان شاء الله كل الاسئله اللي حضراتكم هتبعتوها هناخدها على الهواء مباشره. بعد الفاصل
كيشو الحنفي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره. ازيك ايشو؟ اهلا بك يا كابتن اسلام. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. ازيك يا حنفي؟ ازيك يا كابتن؟ كويس حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. احمد ايشو طبعا واحمد حنفي يعني عشان برضو ايه واحنا بنتكلم. خليني ابدا معاك يا ايشو على طول، لانه الحقيقه الوقت شفت مباراه السنغال وزيمبابوي ازاي؟ طبعا يعني منتخب زيمبابوي يحسب له ان هو طبعا قدر يصمد لغايه الدقيقه 94 يعني 94 وكسر كمان عشان يحتسب ضده طبعا نتيجه الضغط. هو طبعا يعني منتخب اكيد متواضع جدا وقصاد يعني نجوم السنغالي مرشحين للفوز بالبطوله، يعني منتخب السنغال مع منتخب الجزائر وان شاء الله يكون مع منتخب مصر والكاميرون من المرشحين جدا للفوز بالبطوله، وبالتالي ان هو منتخب متواضع الامكانيات يعني الفرديه والجماعيه يوصل 94 دقيقة متعادل 0-0 شيء إيجابي جدا. حتى التعادل أصلا أو الفوز بتاع السنغال عن طريق ساديو ماني بضربة الجزاء، فطبعا ده شيء يحسب جدا لمنتخب زيمبابوي. إيشو حنفي، عايز برضه أسألك على مباراة المغرب وغانا. المغرب وغانا كابتن، غانا عكس اللي كان كله متوقع، يعني كان كله متوقع أن منتخب غانا منتخب سهل، وده اللي أثبت عكسه منتخب غانا النهارده في المباراة. منتخب غانا رغم أن الأسماء مش اللي هي الرنانة مش القوية، ولكن شخصية منتخب غانا صعبة رخمة، كان ند بالند مع منتخب المغرب طول الشوط الأول. المستويات كانت متقاربة جدا، المغرب تفوقت في الشوط الثاني. المغرب 4-1 4-1 شكلها منظم في الملعب بمنتهى الأمانة. المغرب من أفضل المنتخبات التكتيكية عربيا وأفريقيا، أعتقد شكله حلو في الملعب. سامي ماي في نص الملعب قادر يربط الخطوط بشكل جيد، وكان شكله حلو في الملعب، قادر يستلم ويسلم. تجميع اللعب كان في الناحية الشمال، غياب حكيم زياش واضح جدا على المنتخب المغربي، بالإضافة لغياب أيوب الكعبي وريان ماي اللي هم هدافين المنتخب، كانوا غايبين بسبب الكورونا. فكان منتخب المغرب بشكل عام قدم مباراة يستحق عليها الفوز. يمكن المستويات كانت متقاربة، ولكن المغرب فازت ببعض التفاصيل البسيطة في الآخر. طيب خلينا نتكلم عن ارقام المباراتين بالضبط. يعني يمكن هو التفصيل البسيطه جدا اللي هي مثلا انقاذ في الدقيقه 71 ياسين بونو، في الدقيقه 71 كره تسديده من رقم 15 اللي هو جوزيف بنسل. الراجل ده يعني هو مصدر الخطر الوحيد طول مباراه منتخب غانا. نعم. شاط كام كره منهم كره دي طبعا انقاذ تصدي تاريخي لياسين بونو، وبدع بعد كده منتخب المغرب ان هو يركز على الجبهه اليمين بالنسبه لمنتخب المغرب، فبدا هو هنا يدخل في كام كوره كده بالظبط، يعني كرات عرضيه بيعملوها بشكل منتظم جدا لغايه ما قدروا يسجلوا الهدف الفوز. يعني كان الكره بالظبط في الدقيقه 53، الكرات نفس كربون الدقيقه 83 قدر ان هو يسجلوا ان شاء الله او الحمد لله يعني هدف الفوز. وطبعا الاداء ده يبشر بالخير، ان احنا لما نلاقي المنتخبات بتكسب بالعافيه كل تقريبا المباراه باستثناء مباراه الافتتاحيه 2-1 كل مباريات 1-0 حتى 2-1 دي كانت بالعافيه بالظبط، يعني اللي هو حتى فرق الهدف. فده حاجه مبشر جدا ان هو ان شاء الله منتخب مصر يعني يكون افضل في البطوله دي. المغرب وغانا حنفي، هدف سفيان بوفالي يا كابتن حلو، سرق المساحه لنفسه بشكل جيد، فنش بشكل عظيم جدا. ارقامه ممكن متقاربه، لو جينا نبص على الارقام بتاع المغرب وغانا هنلاقي ان الاستحواذ بتاع المغرب 51 وغانا 49، استخلاص الكوره المغرب كان 85 وغانا 49، الباص الطولي للمغرب كان 31 منهم 11 صحيح، غانا كان 43 منهم 6 صحيح، محاولات المغرب كانت 9 وغانا كان 5، الاهداف المتوقعه اللي هي الاكس جي كان المغرب 1.89 من 100 وغانا 74 من 100. يمكن الارقام متقاربه من بعضيها، ولكن المغرب في الاخر زي ما قلت لحضرتك يا كابتن كسبت بتفاصيل بسيطه. ياسين بونو فارق جدا 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 مع منتخب المغرب، تصديات حاسمه في توقيت صعب في المباراه ساعد المغرب ان هي يبقى حظوظها في المباراه موجوده. وسفيان بوفال مهاجم كبير رغم غياب ايوب الكعبي، النهارده اثبت ان هو مهاجم تقيل جدا جدا. النهارده الهدف مش سهل، ان هو خلق لنفسه المساحه في الصندوق قدر يفنش بشكل جيد. سفيان بوفال متوقع له بطوله كبيره مع منتخب المغرب. هنكمل كلامنا، ولكن خلوني الورق كان هيقع معلش خلوني نكمل او ناخد بعض الهاشتاج الحنفي وايشو مع الشاطر. محمد الحادي بيقول نجوم السوشيال ميديا منورين قناه الاهلي. جيهان بتقول حاسه ان البدايه هتبقى، جيهان انور بتقول حاسه ان البدايه هتبقى قويه لمصر. محمد خليفه بيقول الفقره دي ممتازه يا ريت تستمر لانها مع ناس من وسط الناس. حاضر. دكتورة ريهام بتقول بالتوفيق إن شاء الله حلقة جامدة. محمد أبو ياسين بيقول بسرعة علشان
هنبعت الخطه ومين اللي هيلعب لكروشيا ومع عليه اللي ينفذ كلامهم ومشغل قناه وبيسمع. اشكرك جدا. ما رايكم في مستوى الكاميرون النهارده؟ مستوى الكاميرون امبارح يعني امبارح يعني مستوى الكاميرون ما كانش المستوى المبهر يعني. الاول تمن نص ساعه ما كانش في اي خطوره اصلا، وهو اللي بدا هو منتخب بوركينا فاسو بالتسجيل ويعني فرصه ثلاثيه عشان يقدر يسجل. وبعد كده حتى يعني الهدفين من ضربتين جزاء مستحقتين تماما، مش بنقلل من قيمه ضربات الجزاء، بس هو ما هواش المنتخب المرعب يعني. منتخب مستضيف ولازم يكون هو بيقدم اداء افضل من كده. يعني هو بدنيا منتخب قوي جدا بدنيا الحقيقه، يعني امبارح طول ال 90 دقيقه مستوى واحد بالزبط. هو فنيا ما فيش افكار كتير في الملعب، الكواليتي بتاع اللعيبه مش كبير قوي زي ما الكاميرون معودانا، ولكن بدنيا هو منتخب مرهق جدا جدا. ودي ظهرت ان ماتش بوركينا فاسو دي 80 لعيب بوركينا فاسو فعلا ثابت، منتخب الكاميرون بدنيا واقف على رجله ومتماسك. مصطفى محمد هو اللي هيقود هجوم المنتخب ده. فارس رمضان بيقول بامر الله نكسب بكره 1-0. برضه رجع تاني يقول عندي ثقه غير عاديه في تريزيجيه حتى لو لم يلعب. اعتقد تريزيجيه فرق كتير جدا او يفرق كتير جدا مع المنتخب جدا. تريزيجيه من اللعيبه اللي انا بشوفها تقدر تعتمد عليها بشكل كبير جدا جدا. تريزيجيه لعب تكتيكي قوي غير ان هو فرديا سريع ويقدر هيشكل لك خطوره على المرمى، ولكن تريزيجيه لعب تكتيكيا قوي، لعب يقدر يقوم بدور دفاعي جيد، لعب تقدر تعتمد عليه بشكل كبير جدا على المستوى البدني وما يغزلكش، ودي ميزه تريزيجيه. ودي نقطه بيحبها كيروش جدا اي لاعب بيدافع، وكان بيحبها كوبر اللي هو احد اهم الناس اللي طورت تريزيجيه على المستوى البدني وعلى المستوى التكتيكي. تريزيجيه تحول مع كوبر لجناح بيقدر يدافع بشكل جيد، ما بيبيعش الباك، بيحاول ان هو طول ال 90 دقيقه بمستوى ثابت، ما بينساش ان هو مطلوب منه دور دفاعي. ودي نقطه مهمه جدا فظل وجود اصلا محمد صلاح، ان هو طبعا الراجل مش مطالب بي يعني وسط الرقابه اللي عليه مش مطالب كمان بدور دفاعي. مظبوط. فهو لازم يكون حد بيوزن الجبهتين يعني. والدليل ان كيروش بيفضل مرموش في اوقات كتير في الناحيه الشمال دي. مرموش فيه الجزئيه دي دفاعيا متماسك جدا متماسك جدا، ولاعب سريع يقدر يحول لك بس اظن تقدر تعتمد عليه. هو بقى في مفارقه هنا ان احنا عندنا عنصر خبره اكتر في تريزيجيه، بس عنصر تسديد اكتر في عمر مرموش. الراجل يعني من وقت من اول مباراه له مع المنتخب ما اعتقدش صعب ان هو يبتدي بتريزيجيه. هتكون مجازفه كبيره، اعتقد ان هو هيبتدي بمرموش بقاله كتير برضه، ما لعبش غير ماتش واحد مع اسون. بس هو خلي بالك عمر الراجل ده دايما بيحب يبدا بحاجه غريبه يعني. ممكن لاعب ايمن اشرف على راي كابتن عادل لاعب ممكن خلي بالك. ايوه ممكن وبعدين ايمن متمسك جدا في الحته الشمال ديت، بس هو لا يبدا بايمن اشرف مش في الحته الشمال، في نص الملعب. في نص الملعب بالظبط. بدل السوليه بس انا شايف يا كابتن ان ممكن يعتمد على زيزو في الحته دي، واتوقع ان تفكيره هيروح للجزئيه دي لسبب واحد ان زيزو بيعرف يلعب مكان عمرو السوليه كوايد ميد فيلدر في نص الملعب، وتحديدا في الناحيه اليمين. محمد صلاح ما بيدافعش كتير وفي نفس الوقت هيحصل اوفر لود على اكرم توفيق كبير جدا جدا، فلازم يكون في خط وسط يمين في نص الملعب بيدي مساندات دفاعيه لاكرم توفيق، لان لو ده ما حصلش اكرم توفيق هيحصل عليه ثنائيات واوفر لوك كبير جدا هيسبب لنا مشاكل في الناحيه اليمين. فاذا مطلوب دور دفاعي قوي من لاعب النص الملعب اللي هيلعب مكان عمرو السوليه، فلذلك متوقع انه ممكن يعتمد على زيزو. بدنيا قوي بيعرف يدافع كويس، واما يفرد الملعب ويروح الناحيه اليمين لو صلاح ضم في العمق هيكون عنده عرضيات في الناحيه اليمين جيده جدا هتقدر تفيد منتخب مصر. اظن هو واخد يعني عبد الله السعيد عشان يستخدمه يعني، هو انت واخد عبد الله السعيد وحارمنا من القفشه يعني وريني عبد الله السعيد. انا شايف زيزو او تريزيجيه ممكن، بس ممكن زيزو. انا شايف كفه زيزو ارجح لفكره ان هو دفاعيا متماسك، بدنيا هيديك 90 دقيقه مصر. لا اكيد طبعا عبد الله السعيد مش هيقدم 90 دقيقه يعني، ما فيش نقاش في كده يعني. سيد جابر القضيه ممكن بيقول انا فرحان والله يا كابتن السعيد عشان تستضيف، اشكرك شكرا جزيلا. مستر اكس بيقول حد بيقول مش عارف ليه حاسسها تعادل. لا ان شاء الله حتى 1-0 لمنتخب مصر ان شاء الله يعني. يعني 1-0 خلاص بيني وبينك يعني، لانها صابر وراضي. اللعب المتوقع تالقه بكره حمدي فتحي. محمد محمود تحياتي كابتن اسلام اجمل قدام تستمتع معاك، تحياتي اشكرك جدا بيحييكوا. جاد عدلي بيقول اشتقنا يا اهلي من غيرك. ناس طبعا ده حقيقي والله بتتفرج عليهم بس ان شاء الله يوم الخميس. هو هنا في حاجه، حتى كان في احد الاصدقاء باعتين هنا على الهاشتاج يعني، ان هو فعلا منتخب مصر احنا محتاجين منتخب يرجعنا الاجواء اللي هي من 2006 2010. يعني احنا في الفتره دي كان عندنا بالنسبه لي انا شخصيا عندي بالنسبه لي منتخب مصر زيه واكتر كمان من الاهلي. نعم. يعني انت مستني منتخب وكابتن طبعا حسن شحاته والجيل ده كنت انت متابعه بحب فعلا زيه زي منتخب الاهلي كده، كحب حقيقي
لكن للاسف دلوقتي بمنتهى الوضوح يعني، لان انت اصلا ما بتحسش اصلا لعيبه المنتخب معاني قوي يعني. شفنا للاسف اللي حصل في الكاس الامم الاخيره يعني، حاسه في اللعيبه منفصله شويه عن 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 الجماهير. لكن نتمنى ان احنا بقى بالاداء، هو احنا بنحب الجيل الذهبي ده ليه؟ عشان قدم لنا اداء، ثم الاداء جاب بطولات. فاحنا حتى لو مش هنقول ان الجيل ده ياخد بطوله المره دي، على الاقل يقدم اداء يقنعنا ان هو هتيجي بعد كده. وانا طبعا نفسي البطوله يعني، احنا لازم احنا يكون رايحين مع كامل احترام محمد صلاح، هو بيقول احنا مش مرشح الاول، احنا لازم نكون مرشح الاول زي ما هو قال ان احنا الاعرق، احنا 7 بطولات قاريه لازم طبعا في امم افريقيا يعني، فلازم احنا نكون مرشح الاول. يعني انا بشوف ان هو هو تصريح يعني ايه، بيمسك العصايه كده قوي جدا، بيقول لك ان هو بيشيل الضغط من على اللاعب، وجهه نظري بالزبط. يعني لكن اتمنى هم على كيروش، على كيروش نفس الكلام بالظبط، بس اتمنى بجد في الغرف المغلقه ان احنا يا جماعه رايحين ناخد البطوله. احنا مش كل مره، احنا دلوقتي 2017 كنا وصلنا نهائي ومع المنتخب الكامل، هو ما كانش احسن مننا كتير، بس احنا التفصيله وطبعا اللعيبه الكبار في النهائيات يعني، فاصابتنا فخرجنا من النهائي. نتمنى ان احنا المره دي المنتخب يبدا تصاعدي، اصلا في مفارقه يعني اتمنى تكون لطيفه يعني، ان احنا بدانا مع منتخب نيجيريا 2010 واخذنا البطوله، كانت اول مباراه في 2010 اخذنا البطوله. اول كان معانا برده في 2008 معانا منتخب السودان اللي هو برده معانا في المجموعه المره دي، اخذنا البطوله. فيمكن دي بشره خير كده مفارقه يعني، ان احنا ان شاء الله نكرر وجود الاثنين الفريقين دول معانا، يجي اكرر وفوزنا بالبطوله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. حنفي، منتخب نيجيريا منتخب قوي ولا ايه؟ منتخب نيجيريا كابتن على مستوى الاسماء هو منتخب، تسمع الاسماء اللي موجوده يا ناتشو، احمد موسى، اسماء قويه جدا موجوده في منتخب نيجيريا، طول قوي، ولكن من التصفيات كاس الامم وتصفيات كاس العالم اللي ظهر عليها الاداء منتخب نيجيريا، هو هجوميا معقول جدا وتخاف منه، ولكن دفاعيا عنده مشاكل كبيره. دفاعيا عنده مشاكل كبيره في ماتش سيراليون كان كسبان 4-0 لحد الدقيقه 70، اتعادل 4-4 في 30 دقيقه. عنده مشاكل كبيره جدا خلف الباكات، مساحات كبيره جدا خلف الباكات بتاعته، بالاضافه ان المساحه اللي بين السنتر باك والباك دي مشكله فعلا يعني. معانا بعض الحالات مش عارف نقدر نعرض منهم حاجه ولا لا. لو جاهزين اعرضوهم يا شباب لو سمحتوا. يعني في ماتش سيراليون مساحه خلف الباكات بيقدر يستغلها فريق سيراليون بشكل جيد، برده في ماتش جزر القمر نفس الكلام، فعندهم مشاكل دفاعيه نقدر نستغلها. بالاضافه لجزئيه ثانيه وهي ان هم فريق على مستوى المنظومه الدفاعيه يعني، ده مثلا في ماتش سيراليون المساحه اللي خلف الباك اليمين دي يا كابتن افتكرها بكره هتكون فيها مشكله، لو مرموش ركز فيها هيقدر يصنع مشكله كبيره منها المنتخب نيجيريا. تمام. موزي سيمون دي تسببت فيها الجون الثالث للمنتخب سيراليون، وفي برضو حاله ثانيه من نفس المكان تقريبا الهدف الاول برضو دي هي برضو دي الهدف الاول، نفس المساحه الباك اليمين بيتاخر بيرتد ببطء جدا، هم بيلعبوا 3-5-2 بيرتد ببطء جدا، فبيكون في وراه مساحه كبيره نقدر نستغلها، ودي المساحه اللي ما بين السنتر باك والباك اللي هي الجزئيه اللي بين السنتر دي مهمه قوي برضو، دي عندهم فيها مشكله كبيره. فهو منتخب على في المنظومه الدفاعيه بتاعته عنده مشاكل نقدر نستغلها. محمد صلاح كون ان هو لاعب بيخش في العمق كتير من الحته دي برضو نفس المساحه اللي هي بين السنتر باك والباك استغلها برضو منتخب سيراليون وسجل منها الهدف الثالث. فهو منتخب عنده مشكله، انا متفائل، متفائل جدا بمنتخب مصر. عندنا اسماء قويه تقدر تسبب مشاكل لمنتخب نيجيريا وبشكل عام في البطوله، سواء محمد صلاح او مصطفى او مرموش او كل العناصر معانا بدايل حتى قويه جدا. يعني بديل مرموش مثلا تريزيجيه، بديل مصطفى محمد شريف احسن مهاجم في مصر، في نص الملعب معانا عمرو السليه ربنا يرجعه بالسلامه، معانا بدايل كتير قوي. فمنتخب مصر السكواد بتاعه بشكل عام يقدر يسبب مشاكل لمنتخب نيجيريا، وبشكل عام هيظهر بشكل جيد ان شاء الله باذن الله في البطوله. شو اهم نقاط الضعف اللي موجوده في المنتخب النيجيري؟ هو النقطه الدفاعيه اكتر يعني، هم عندهم ما شاء يعني الله. انت متفق مع الحنفي طبعا، لان هو اصلا هو خصوصا اصلا يعني برضو في نقاط ضعف ممكن نعتبرها ان هو غياب لعيبه مهمه جدا بسبب الاصابه او حتى بسبب منع الانديه بتاعتهم يعني، زي عندنا مثلا فيكتور اوسمين من نابولي اللي هو مصاب بسبب يعني هو كان عنده اصابه في تركوا وبعد كده بقت كورونا فخلاص مش قادر يجي خالص، وبرده لاعب الشباب السعودي اودين ايجالو برده الفريق رفض بسبب، بس دي نقطه فنيه شويه يعني، هو في النقطه بالنسبه لمنتخب يعني نيجيريا المفروض يبعت يعني من اول 10 ايام حتى ايجالو نفسه ما بينزلش التمرين اعتراضا على بالظبط، ما هو بس هو الفكره ان هو في نقطه اداريه يعني، المفروض هو يبعته قبل 15 يوم البطوله، فهو بعته قبل 6 ايام، فانت هم بيحتاجوا بكده فهم مش راضيين يبعتوه يعني. فبس مصلحه بالنسبه لنا هم كده، هم يعني الشباب السعودي مشكورين بالنسبه لنا يعني. بس يعني الاثنين المهاجمين مش موجودين، الاثنين الاحتياطيين ايناتشو وليستر سيتي واحمد موسى،
اللي هو في لاعب كمان من الدفاع اللي هو ليون بالجون، يعني برضو لاعب مدافع موجود رقم 6 موجود، هو الثلاثي الاساسي ده اللي ورا ثابت دايما في كل ماتشاتهم الاخيره. ورغم كده طبعا الراجل ده برضو مصاب ومستبعد من التشكيله، فبالتالي احنا قدام عندنا نقطه الضعف الاساسيه بسبب غيبتهم. يعني هم طبعا ما شاء الله منتخب اصلا من اقوى منتخبات اصلا، برضو هنا في نقطه ان هو المنتخب ده من التصنيف الاول، يعني ده رقم 5 حاليا في افريقيا، بالتالي هو تصنيف اول، وبالتالي ممكن تتكرر المواجهه. وهنا برضو نقول مفارقه ان شاء الله تبقى كويسه، يعني ان احنا الفوز بكره هيدينا افضليه حتى ولو معنويه، اكيد يعني التحديات مختلفه، لكن ان انت تكسب نيجيريا في افريقيا ولو تكرر المواجهه، واصلا يا ريت اصلا شايف ان منتخب نيجيريا يعني اكيد هيكون يعني اخف علينا شويه، يعني منتخب زي السنغال ولا المغرب ولا الجزائر. فمنتخب نيجيريا بالنسبه لنا دلوقتي ان هو انت تكسبه هيبقى زي فكره بالظبط ان انت تكسب غانا في امم 2017 بعد ما كسبناها في التصفيات في 2016 نوفمبر 2016 كسبناها في افريقيا، وفي الاخر تاهلنا على حسابها لكاس العالم 2018. وبالتالي هنا انا بشوف ان هو اللي بيكسب الفريق حتى لو في غيابات او كده ما زال برضه هو في فريق متكامل. الفريق ده ان انت تكسبه هتقرر تكسبه حتى في التصفيات. فنتمنى ده اللي يحصل ان شاء الله ما بين افريقيا وتصفيات كاس العالم ان شاء الله. وسط ملعب نيجيريا، وسط ملعب نيجيريا نقطة قوة كبيرة جدا عندهم، يعني عندهم اوفر نديدي، عندهم اكتر من اسم في وسط الملعب قادرين يخلقوا حلول وقادرين يكونوا مسيطرين. لذلك اللي مستني بكره منتخب مصر يلعب تيكي تاكا وبيلد اب ويحاول ان هو يبني هجمه ويلعب هاي بلوك، ده مش هيحصل. كروش انا متاكد ان هو باصم على 10 ان طول البطوله ميديم بلوك كونتر اتاك، انا دي متاكد منها. وللعلم دي بعض الاحيان بتكون مفيده لمنتخب مصر وبتكون مفيده للفريق لو التولز اللي تحت ايديك مش في مصلحه البيلد اب والهاي بلوك. احنا ما عندناش مدافع بيطلع بيعرف يطلع بالكره من تحت، يبقى ازاي هنبني كره؟ دي نقطه مهمه جدا، نقطه فيصليه في موضوع البيلد اب ده. فبكره انا مش مستني الفريق يلعب، مش شرط يلعب، مش مستني بكره منتخب يلعب تيكي تاكا، انا مستني، انا متاكد بكره ان كروش او متوقع بنسبه كبيره ان كروش ميديم بلوك وهنلعب كونتر اتاك، واعتقد طول البطوله هيكون ده شكلنا بالظبط. بس هو في نقطه هنا انه احنا تلعب انت سواء من نص الملعب او تلعب في ايا كان، في الاخر انت لازم يكون المستحوذ. انا رايي ان احنا خصوصا قدام منتخب نيجيريا هو بيتوه في الاستحواذ، ان انت ما بتكون انت ماسك الكوره، ما عندهمش هم حته الوعي التكتيكي، خصوصا اصلا ان هو المدير الفني بتاعهم دلوقتي بعد ما كان عندهم مدير فني استمر معاهم اللي هو الالماني استمر معاهم لمده 5 سنين، فجم هم برضو التخبط اللي عندهم ده في نيجيريا يعني افادنا بصراحه، يعني مشكورين بصراحه. فعندهم شالوا المدير الفني قبل شهر من البطوله، فجاب مدير فني وطني مؤقت كده يعني، وحتى قبل بيسيرو، يعني بيسيرو اصلا هيجي بعد البطوله، يعني هيجي بعد البطوله مستشار فني، فبالتالي حتى التخبط ده مفيد بالنسبه لنا ان انت المدير الفني ده مش هيلحق يطبق ولا لاعب مباراه وديه ولا اي حاجه، بعيدا طبعا مباراه الكوت الكاميروني دي مش مباراه، يعني بنتكلم عن مباراه دوليه مع منتخب مفيش اي كلام من ده، بالتالي اصلا ما عنديش فكر المدرب. احنا هنا بيعتمد على اللعيبه، افكار اللعيبه دي، او يعني مفيش افكار، مش هنسميه افكار، هنسمي خبرات اللعيبه. ان اللعيبه دي طبعا بتلعب ماتشات وديه او دوليه كتير جدا طبعا، يعني لعيبه دوليه كبيره اصلا، فاللعيبه دي هي بقى اللي احنا هنلعبها. احنا هنا مفيش بقى جمل فنيه عبقريه هيعملوها، ده تصوري. بالتالي احنا لازم نكون احنا مستحوذين، وهم عندهم اصلا اللي هو ايه ممكن يسموها سيوله دفاعيه، ان هو ما هواش عارف هيدافع ازاي، هو مفيش اصلا مدرب، يعني ده مع احترامي للمدربين الوطنيين من نيجيريا، لكن هو ما هواش مدرب يعني عبقري يعني. فاذا احنا عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا نمسك المباراه ونستحوذ، ما نبقاش احنا دايما رد الفعل، يعني اسلوب رد الفعل ده انا بجد كرهته مع المنتخب، هو ده الحته العاطفيه. لو احنا بقينا الفعل خصوصا مع فرق انت عندك تقدر تمسك الكوره، دلوقتي اسماء منتخب مصر حاليا لا تقدر تمسك الكوره، حتى لو احنا هم الفرقه الثانيه عندها طبعا كذا لاعب من الدوري الانجليزي والدوري الاسباني وحتى في الدوريات الثانيه كمان مفيش اصلا لاعب محلي يعني، لكن في الاخر ما هو انت يعني المحليين دول هم اللي جابونا الثلاثيه التاريخيه. فاحنا مش عايزين نقلل من فكره برضه عقده بقى، مش عقده خواجه بقى، عقده المحترفين. بلاش عقده ان احنا ايه، عشان احنا عندنا محترفين كتير يبقى احنا كده اقل، بالعكس احنا المحترفين او المحليين بيكون بينهم انسجام اكتر، هم عارفين بعض اكتر. فاتمنى ده نشوف ان شاء الله بكره ان شاء الله. يعني الجزائر وسيراليون مباراه برضو مهمه الكل بينظر ليها، بننتظر المنتخب الجزائري وكيف سيظهر المنتخب الجزائري في اولى مبارياته يا حرف. المنتخب الجزائري عنده اسماء قويه جدا، يمكن هو اقوى مباراه سهله بس يعني اقوى منتخب عنده حلول في البطوله، منتخب عنده اسماء قويه جدا وعنده حلول كثيره،
لو جينا نبص عنده فريقين يعني المنتخب الجزائري اللي ظهر في كاس العرب ده هو فريق تاني بالظبط. هو مش موجود منه غير ثلاثة في كاس الامم من كاس العرب اللي هو يوسف البلايلي وبغداد بنجاح وياسين ابراهيمي مش موجودين غير الثلاثة دول. فهو منتخب الجزائر منتخب قوي جدا يعني على مستوى الاسماء هو اقوى منتخب موجود في البطولة، على مستوى الحلول هو اكتر منتخب عنده حلول في البطولة منتخب. طب يبقى محمد صلاح ما كدبش لما قال ان احنا مش المرشح ماشي هو المرشح بس هو ما يقولش انا اقول مع احترامي هذه الفكرة ان هو الجمهور يقول حاجة وان انت كابتن انت يعني منتخب مصر قيمة مصر انا بشوف دي ان هو انت تقول حاجه اللي هو الصحافه والجمهور. احنا طبعا عارفين ان هو بالمنتهى الامانه فعلا يعني منتخب الجزائر منتخب السنغال منتخب الكاميرون باعتباره هو يعني المضيف يعني او مستضيف البطوله وبعدين منتخب مصر بمنتهى الامانه مع ان منتخب الكاميرون ما يخافش خالص بالعكس احنا لما شفته بصراحه قلت لا ده مش خير يعني لكن ما زال برضه عشان المستضيف واحنا فاهمين طبعا المستضيف يعني بيحصل معاه ايه يعني بالتالي ممكن يكون له افضليه لكن احنا ما زلنا مرشحين احنا لازم نكون رايحين ان البطوله دي واصلا لمحمد صلاح نفسه برضو زي ما كان في احد المشاركين على الهاشتاج معانا النهارده بيقول ان صلاح نفسه مهم جدا بالنسبه للبطوله دي لو اخذ البطوله دي ان شاء الله هيكون مرشح فوق العاده لو اخد البالون دور طبعا ان شاء الله طبعا مع زابيس طبعا هو مرشح ليها دلوقتي الثالث لكن ان شاء الله السنه بقى اللي هو 2022 ياخد بالون دور بسبب البطوله دي فاتمنى محمد صلاح ان هو يدخل بالحافز وبالكفاءه انا فاهم طبعا انه العناصر اللي معاه في ليفربول والضغط اللي عليه يعني حضرتك برضه بتتكلم الفقره اللي فاتت ان هو الضغط اللي عليه في ليفربول هو كل عنده مثلا خمس مفاتيح لعبه فبيشاركوا كلهم بيتحملوا العبء الضغط ده لكن في منتخب مصر هو الضغط عليه 100% فاكيد ده عامل مهم جدا بس برضه صلاح عنده اكتر من كده صلاح في بعض الكرات من الاخر كده بيخاف عليه يقوله يعني فاتمنى ان هو يلعب بكل 100% من عنده وقتها هيسجل من مصلحته ان هو يسجل ولان هو هياخد البطوله دي هتفيد هو شخصيا. محمد بيقول هل مستوى الفرق الاخرى يجعلنا نطمع في البطوله؟ انا شايف ان منتخب مصر لازلت مصر ان هو بالنسبه لي انا مرشح قوي جدا للبطوله. انا مش مع فكره المرشح الاول والثاني، الجزائر خدت كاس العرب بتفصيله صغيره قوي في ماتش المغرب كان ممكن المغرب تكسب ماتش عادي سهله، بس ما فيش فكره مرشح اول، المنتخب عنده سكواد يقدر ينافس بيه لمراحل بعيده. لو شويه تفاصيل خدماتك مع ان انت كنت في الفورمه بتاعتك مع ان انت مركز مع ان انت بتحاول تستفيد من التفاصيل الصغيره هتقدر تعمل شيء كبير وبتعلى دخل البطوله بالظبط كده. نور بتقول ما قلناش بيلد اب ولا هاي بلوك حنفي بس لازم استحواذ ونستغل المهارات الفرديه العاليه اللي نملكها وننزل بروح الفوز بالظبط. هو نفس الكلام اللي بيقوله الاستحواذ بجد يعني ما يبقاش احنا مش عشان احنا مش عايزين نلعب تيكي تاكا واللي هو يعني اللعب هنقسم عليهم يعني مش معنى كده احنا نفقد الاستحواذ تماما يعني. محمد بيقول خطه المناسبه لمواجهه منتخب نيجيريا. ما فيش اختلاف على التشكيل تقريبا يعني هو بس الاختلاف ما بين مكان السوريه بس. الاهلاوي حسن بيقول لازم يلعبوا برجوله عشان نظهر العين الحمراء من اولها مش عايزين دلع. بالظبط ماشي يعني بصراحه الواحد بكره بينتظر ان هي تكون مباراه ما فيهاش دلع بالظبط مباراه نقدر نكسبها ان شاء الله نقدر نكسبها باريحيه هي تدينا معنويات كبيره جدا لقدام في كل حاجه في البطوله دي وفيما هو قادم لو ربنا ماتشات النوك اوت في كاس عالم ماتشات النوك اوت بعدها على طول في كاس عالم دي مهمه تدينا دفعه كبيره جدا فيما هو قادم خلينا نبقى نرجع نثق زي ما الناس كلها بتقول ان المنتخب المصري عنده سكواد قوي الحقيقة. قوي الحقيقه فعلا بعد يعني باستثناء طارق حامد وقفشه الاثنين دول اعتقد لكن بقيه اللاعبين الافضل مصر. الافضل مفيش خلاف على القائمه اعتقد يعني باستثناء هو قفشه وطارق حامد يمكن هم الاسمين دول يتواجدوا في القائمه يعني على الاقل يتواجدوا في القائمه بالظبط لكن بقيه القائمه يلعب ما يلعبوش لكن بقيه القائمه لو مسكتها اسم هتحس ان مفيش لاعب ما يستحقش يكون موجود مظبوط فلا منتخب مصر معاه سكواد قوي باذن الله يقدر يعملوا حاجه كبيره متوقع بطوله انا شخصيا متوقع بطوله كبيره لاكرم توفيق انا براهن على اكرم في البطوله دي تقريبا اول بطوله افريقيا لاكرم مع المنتخب باذن الله هتفرق جدا مع اكرم شخصيا ونفسيا وحاجات كتير قوي هتفرق مع اكرم وانا متوقع له بطوله كبيره ان شاء الله خليك فاكر كابتن المساحه اللي خلف باكات منتخب نيجيريا لو كسبنا بكره هتكون من خلالها عشان هنفتكر الموضوع ده مع بعض كويس جدا احنا بنسجل بس هنفتكره مع بعض تاني المساحه دي مهمه جدا ومشكله كبيره في منتخب نيجيريا
كل الاهداف اللي تلقاها في تصفيات كاس امم وتصفيات كاس عالم كانت من خلال المساحه دي. فالمساحه دي باذن الله بكره صلاح ومرموش يقدروا يستغلوها باذن الله نحقق الفوز من خلالها باذن الله يا رب ان شاء الله. اخيرا التشكيل, هو التشكيل ما فيهوش غير اختلاف واحد بالظبط, هو عبد الله السعيد. يعني انا رايح اخد عبد الله السعيد كاساسي دي 60 مثلا, يعني وبكده يبدا مثلا سيد زيزو دايما كبديل يعني. انا شايف زيزو, انا شايف زيزو عشان فكره ان هو دفاعيا قوي هيساعد اكرم توفيق, عشان صلاح ما بيقومش بدور دفاعي قوي فهيكون دور زيزو قوي جدا دفاعيا مع اكرم, بالاضافه ان زيزو بيعرف يعمل حته الوايد ميد فيلر ان هو يفتح على الناحيه اليمين, هنستفاد جدا من الكواليتي بتاع بالكواليتي بتاع العرضيات بتاعته في وجود مصطفى محمد اللي هو هيدرز مميز جدا, والاثنين لعبوا مع بعض في الزمالك بالزبط. وبالتالي ودي كانت نقطه قوه الزمالك في بعض الاوقات الاوفر بتاع زيزو لمصطفى محمد, فدي هنقدر نستفيد منها بالذات اما صلاح بيسحب نفسه ويخش الصندوق فهيقدر زيزو يفتح يوسع الملعب شويه ويجي على الاطراف, دي ميزه زيزو في نص الملعب. انا مش ضد زيزو بالعكس, انا عايز اصلا يلعب, انا عايز في الاخر اللي يكون موجود في نص الملعب ده صانع لعب حقيقي, يعني انا عايز اشوف الفاعليه الهجوميه الدور الهجومي مع طبعا الدور الدفاعي كل احترام ليه واكيد مهم بس في الاخر احنا يعني احنا شفنا النني مثلا دور دفاعي, حمدي فتحي دور دفاعي بشكل اكبر يعني, طبعا اكيد اللي هو حمدي فتحي اكتر, نني الباص امام اكتر, لكن زيزو اوكي ماشي هو عنده الدور ده, لكن اكيد مفترض ان هو رقم 10 الكلاسيكي احنا عندنا اكيد هي 4 3 3 ما فيهاش خط اللي هو رقم 10 اساسي, بس انت عندك محتاج الدور ده, دور اللي هو الاتاكينج ميدفيلدر, ده اهم جدا يعني. رهان اكرم بكره كبير يا كابتن, اكرم عليه بكره سيمون, ده باك شمال قوي جدا سريع هجوميا شرس, ف رهان رهان اكرم هو بس هي في التشكيل مقلوب, والمفروض اكرم مكان في التوح بالظبط كده, ولكن رهان اكرم بكره كبير, اكرم بكره قدامه صلاح, وفكره انك قدامك صلاح فانت قدامك نجم الفريق اللي ادواره الدفاعيه مش كبيره, نعم, فممكن في بعض الاوقات يحصل عليه اوفرلود, فمطلوب ان اكرم يكون مركز, انا واثق جدا في اكرم توفيق وعندي ثقه تامه في الحته الدفاعيه بتاع اكرم, لذلك خط الوسط مهم ان هو يبص على اكرم توفيق دايما, علشان كده وجود زيزو مهم ان هو محتاج دايما مساندات من خط الوسط, لان صلاح ما بيدافعش كتير, والحته الشمال عند نيجيريا اللي هو سيمون الباك الشمال بتاعهم دوت في 3 5 2 ده نفاسه شرس ما بيزهقش على طول, بتلاقيه في الشق الهجومي على طول, فوجود اكرم بكره مركز دي مهمه ان شاء الله, تدعيمات خط الوسط لاكرم توفيق بكره مهمه, ان احنا بكره خطوتنا تكون متقاربه دي نقطه مهمه جدا برضو, بالاضافه ان انا رايي ان احنا لو لعبنا على الكونتر اتاك على الاطراف هنسبب خطوره كبيره جدا لمنتخب نيجيريا. يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكره في اولى مبارياته ان شاء الله تبقى بدايه, ما اعرفش انا كلنا انا احساسي بكره انت متفائل معايا يا كابتن, نعم انا حاسس انك متفائل معايا, متفائل جدا صح جدا, حسيتها من الحلقه اللي فاتت انك متفائل. انا دايما بحب المنتخب, بحب بلدي يعني, فعايزين كلنا منتخب مصر بكره, عايزين نبسط, عايزين نفرح ونشوف منتخبنا الوطني ان شاء الله يصل المباراه النهائيه, وان شاء الله ان شاء الله كابتن محمد صلاح كابتن منتخبنا الوطني يستطيع ان هو يشيل كاس الامم الافريقيه للمره الثانيه الثامنه من الكاميرون يعني, فان شاء الله كل التوفيق للمنتخب. انا بشكرك شكرا جزيلا, انا بشكرك شكرا جزيلا, نناقش وان شاء الله نقدر نكمل مع بعض خلال الفتره القادمه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا, ان شاء الله بكره حلقه جديده من البيت الكبير, ما تنسوش بكره مباراه منتخبنا الوطني ان شاء الله في تمام الساعه 6, ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب, ونكون مع حضراتكم الساعه 11 بالليل وحلقه جديده ان شاء الله, ان شاء الله يكون فيها اول ثلاثه نقاط لمنتخبنا الوطني. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا, إن شاء الله نلتقي غدا وحلقة جديدة من البيت الكبير.